بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا يعني إحنا النهارده بنتشرف إن إحنا نتكلم أولا في موضوع من الموضوعات المعاصرة التي تصبح موضوعات لها مفاهيم تثير جدل كبير جدا بين الجمهور وبين المتخصصين حتى في هذه المسألة. إن فكرة الذكاء الاصطناعي ربما أنها يعني وإن كانت بقالها مدة كبيرة جدا منذ فترة طويلة من الستينات، لكن طبعا كانت جت فترة توقفت، لكن بعد ذلك في السبعينات بدأ الاهتمام بيها مش بس على مستوى الإعلام، وإنما بدأ الدراسات والدروس حتى يعني أصبحت هي الهاجس الأساسي لخطاب العالم في هذه المسألة، لأنه التنافس على مستوى العالم أصبح تنافس تقني وتنافس تكنولوجي بشكل أساسي، وبقى هذا الموضوع يحمل نمطين، نمط متفائل ونمط متشابه. المتفائل يبحث عن تطور التقنية بشكل أساسي في إطار ما كان في القرن ال19 يمثل شكل من أشكال الحداثة والتطور بشكل عام في المجتمعات البشرية، لكن للأسف الشديد من الناحية الأخرى هناك كثير من التحديات التي تواجه هذه المسألة، وأصبح في خوف شديد جدا أن هو يتحول إلى يعني تدمير للعقل البشري بشكل أساسي، ويصبح الذكاء الاصطناعي هو يحل محل الذكاء البشري ويتفوق عليه، وبالتالي هناك أخلاقيات فيه، هناك تحديات أخلاقية، هناك تحديات فنية، هناك كثير من التحديات. إحنا معانا النهاردة اثنين من المتخصصين الحقيقة والعلماء الكبار جدا في هذا الموضوع، ويعني هنجد إنه يعني خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، ومرتبط بحاجتين. الحاجة الأولانية الدعم القومي، اللي هو أصبح دلوقتي ليس المفهوم بتاع الأمن القومي التقليدي، وإنما هو المفهوم الحديث هو الأمن القومي الإنساني بشكل عام، أو الأمن القومي الشامل الذي يأخذ في اعتباره أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية إلى آخر هذه المسألة، وبالتالي سوف يعني نلتقي مع يعني معالي المستشار الذي قدم كثير من الدراسات، ومن أجمل الدراسات التي قدمها حروبي للروح كانت هي يعني الدكتوراه التي يعني قدمها، وتعتبر من أفضل الدراسات في هذا المجال. يعني هو متخصص في هذه المسألة بشكل أساسي، وقدم يعني هذه الطروحة في قوة شديدة جدا، بتتكلم على حروب الجيل الرابع في والأمن القومي المصري بشكل أساسي. عندنا يعني اللواء الدكتور حسام الحلبي، هشام الحلبي، نائب رئيس أكاديمية مصر العسكرية العليا، مدير تحليل الأمن القومي والاستراتيجية، الله بس انا لانه عامل ضجه كبيره جدا، بس احنا قدمنا لها استشاريه مؤسسين معانا فالمجله في يعني هجيب لكم الملخص عشان تشوفوا فيها مجموعه من الدراسات اللي هي بتتراجع محكمه بشكل اساسي، بتمر على خمس قطاعات اساسيه في المجتمع المصري، من افضل الناس اللي هم بيتكلموا في هذا الموضوع. الحقيقه هنستمع الى الجانب الاساسي العسكري بشكل عام في هذا الموضوع، ما تاثير حروب الجيل الرابع والذكاء الاصطناعي على الامن القومي في مفهومه حتى الحديث وليس المفهوم التقليدي، ثم هنجد نبحث في الجانب الاخر عن الجانب الرقمي الهندسي الرقمي بشكل اساسي. معنا السيد المهندس محمد عزام، هو استشاري التحول الرقمي، عضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه لاداره التكنولوجيا، عضو لجنه الثقافه الرقميه بالمجلس الاعلى للجماعه، وانا في الثقافه الاعلى للثقافه.
مهندس الاعلى للثقافه العربيه الجامعات ما بننساش احنا الجامعات دي فهنبدا بحضرتك عشان نشوف الامن القومي شكله ايه في المجتمع المصري والامن القومي على المستوى العالمي وما هي التحديات التي تواجه هذا المسألة. لا حضرتك انت احنا مش قاعدين عندي جامعة القاهرة بعد كده فرايحين انا بحب اتكلم بصورة مختصرة يعني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه انا يسعدني شرفني يعني عظيم الشرف وجودي في هنا في المجلس الاعلى للثقافه، ويعني الحقيقه يعني نقطه تحسب للمجلس الاعلى للثقافه انه يلقي الضوء على موضوعات انا بس شغال بقول عليها الموضوعات الحيه التي موجوده على الساحه وفيها لبس وفيها في المحيط، وده طبيعي لكون ان المجلس الاعلى للثقافه يلقي الضوء على موضوعاتي، فانا يعني كل الشكر والتقدير للمجلس متمثلا طبعا في استاذنا العظيم معالي الاستاذ الدكتور احمد مجدي الفيازي يعني استاذ علم الاجتماع، وايضا من الاساتذه العميده الرئيسيه في حكومه مصر العسكريه الدكتور رايد، وطبعا يزيدني شرف وجودي مع السيد المهندس الدكتور محمد عجلان القامه العظيمه الكبيره، والشرف العظيم لي وجودي مع حضراتكم، يعني كنا الناس تقطع من وقتها وتيجي تسمع الموضوع ده، فانا شايف ان ده يعني مؤشر طيب داخل المجتمع المصري، يعني في ناس الحقيقه في الدول الاخرى الموضوع ده مش موجود بالصوره الجميله دي. انا بشكر حضراتكم، ودايما انا بحب اتكلم في الموضوع على طول تسافرت علشان الاسلوب المباشر والجمله القصيره هي الاساس في الوعي. تمام؟ هل في تاثير على الذكاء الاصطناعي والامن القومي؟ طبعا. طب المجال العسكري، لان المجال العسكري هو في حقيقه الامر يستهدف المجال العسكري وايضا يستهدف القطاعات المدنيه، يعني اللي داخل يهاجم دوله هيهاجم القطاعات المدنيه والعسكريه فيما يخص الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. الاثنين ما بقوش منفصلين عن بعض، ودايما الاثنين مع بعض مستهدفين. فما بقاش في رفاهيه ان القطاع المدني يفهم او ما يفهمش في اشكال الصراعات والحروب الحاليه والمستقبليه. ده انا عايز اقوله ان القطاع المدني داخل ضامن متضامن مع القوات المسلحه فيها بشكل عام. لان الحرب اللي جايه كلها داخله على الاثنين. فما بقاش فيها هذه الرفاهيه، زمان كان مش لازم تفهم الحروب التقليديه، لكن كله داخل بس. انا دايما احب اقول حرب وخطوط رئيسيه. انا الموضوع ده هتناول من كذا نقطه. النقطه الاولانيه ايه ملامح الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري؟ يعني ايه اللي حصل؟ هنبص لايه في المجال العسكري اللي هيستهدفه؟ وايه تاثير الذكاء الاصطناعي على المجال العسكري؟ يعني الملامح دي اثرت على المجال العسكري تاثير شكله ايه؟ والنقطه الثالثه افرزت ازمات ومخاطر شكلها ايه؟ لان الازمات والمخاطر دي ما هتخش على القطاع المدني. يعني الازمات والمخاطر التي ستحدث في المجال العسكري فيما يخص الذكاء الاصطناعي هي هتخش على القطاع المدني. وهل في فرص متاحه قدامنا؟ هل الموضوع كله سلبي ولا في ايجابيات؟ ولازم دايما احنا في اي دراسه او اي شكل من الطرح لازم تقول لي ايه السلبيات وانا الفرص اللي عندي شكلها ايه؟ عشان استثمرها وانميها على الاقل وعي. تمام؟ فدول الاربع نقط الرئيسيه اللي انا هتناولها. تمام؟ في النهايه برضه نتلقى كل الاسئله من حضراتكم في شرف عظيم. اول نقطه ايه ملامح الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكريه؟ تمام؟ اي عمليات عسكريه عايزه كذا نقطه. اول حاجه عايزه تدمير مستمر لاكبر قدر البيانات على العاديات. يعني انا كقوات مسلحه عشان احارب بجمع كل البيانات سواء على القطاع المدني او العسكري الاثنين، لان القطاع المدني ظهير قوي للقوات المسلحه، وده اللي شفناه يمكن على مر السنين 23 سنه. فتجميع البيانات تاكد تاني عن الدوله بالكامل مدنيين وعسكريين. نمره اثنين احلل البيانات دي تحليل دقيق مستمر. بيانات بدون تحليل متر ايه؟ فهذا التحليل مهم جدا وليه يجب ان يكون مستمر؟ علشان اكيد في متغيرات هتحصل عندك في القطاع المدني. فانا مش بروح بيانات خلاص، لا الفلو ده شغال. شغال باستمرار. تمام؟ والقطاع المدني قطاع ضخم اكبر من القوات المسلحه، فبالتالي البيانات اللي فيه بيانات متعدده، منها اقتصادي منها اجتماعي ومنها سياسي ومنها بيئي ومنها تكنولوجي. فالبيانات اللي كل القطاع المدني بيانات ضخمه ومتعدده، فتحليلها لازم يكون مستمر ودقيق. بعد كده اختيار الاسلحه والذكاء المناسبه لكل الاهداف.
قد يكون الهدف حاجات جوه القوات المسلحه عايز اسلحه وذهب، وقد تكون داخل القطاعات المدنيه عايز استهداف من نوع اخر. يعني اعني بالسلاح والذخيره هو يجي على كده قدامي، تمام؟ وبعد كده سرعه التصرف او التعرف على الاهداف والتدمير سواء داخل القطاع المدني وداخل القوات المسلحه. الاربع نقط دول مستمرين ما بيقفوش. دول شغالين على طول. عمليه مستمره لا تتوقف لجميع الاطراف المتحاربه، جميع الدول شغاله سلم وحرب. يعني في السلم هتلاقي هذا التحليل جوه القطاعات المدنيه مستمر. تمام؟ وفي الحرب طبعا موجود. تمام؟ هذه العمليه الامكانيات البشريه ليها حدود. ليها حدود في جمع البيانات، وليها حدود في التحليل، وليها حدود في الاختيارات. الامكانيات البشريه قاصره جدا خاصه لما حدد قطاعات مدنيه ضخمه زي جمهوريه مصر العربيه. تمام؟ وبالتالي مش هقدر اكون سريع ولا اجيب بالشكل الكافي ان انا اختار الاهداف داخل القطاعات المدنيه او القوات المسلحه مهما كنت من قدره بشريه عاليه ومتبقى. وبالتالي هنا نشا دور مهم جدا للذكاء الاصطناعي. هل ممكن يساعدني في القضيه دي؟ وتعالوا نشوف مع بعض. تمام؟ ايه الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي بيهتم بقدرات التفكير المنطقي والمعرفه والتخطيط والتعلم. يعني ممكن الذكاء الاصطناعي لما يعمل حاجه بره ده يعملها بسرعه احسن. يعني هي دي النقطه المهمه. والتواصل والادراك، يدرك ان الاهداف دي اهداف قيمه او اهداف قليله، يشوف البدائل بينهم، القدره على التعرف على الاهداف، على تحريك الاشياء. وبالتالي اذا كان الذكاء الاصطناعي بهذا الشكل من القوه والتعدديه، يبقى داخل معايا داخل في مساله تحليل القطاعات المدنيه والعسكريه في اي حد. ليه؟ عنده القدره عاليه جدا وامكانيات كبيره اكبر من الامكانيات البشريه. تمام؟ واسرع بصوره ضخمه جدا واقدر على التحليل في وقت قليل. وبالتالي انا كدوله بخطط استحاله استغنى عن الذكاء الاصطناعي. لانه بالنسبه لي سرعه، دقه، استمراريه اعلى، اخطاء اقل، تكاد تكون من عدم. تمام؟ لكن مقارنه بالقدره البشريه طبعا ده احسن بكتير. تمام؟ وبالتالي الذكاء الاصطناعي هو من النقطه اللي فيه انه بيستوعب البيئه اللي بيشتغل فيها. يعني لما احطه لما اجيب تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئه مصريه، قطاعات مدنيه مصريه، يقدر يفهم الطبيعه المصريه والشخصيه المصريه. حطه في بيئه ثانيه مختلفه يقدر يتعرف عليها ويعمل جاستيفيكيشن او يعمل يعني معلش اختيارات ويعيد اختيارات وترتيبات عشان ايه؟ للاسف العلم ده كله اللغه الانجليزيه. تمام؟ ويقدر ياخد القرارات ويساعد على اتخاذ، يعني ممكن هو ياخد القرار وينفذه او يساعد على اتخاذ القرار. ودي اوبشن في الانسان، انا ممكن انا اسيب وهو ياخد القرار ويكمل، ممكن انا ياخد يدي القرار وانا اللي انفذ طبقا لرغبتي كانسان. وبالتالي ده بيزود فرص النجاح في تنفيذ المهم. خاصة مع دولة مصرية تحليلها صعب. الشعب المصري قوات مسلحة ومدنيين تحليلهم صعب. في منتهى الصعوبة. ودي نقطة خطيرة جدا أن التحليل الصعب. ممكن أدي مثال إجراءات إصلاح اقتصادي عنيفة، حكومات خافت تعملها في السبعينات ومعها اتعملت في ظروف اقتصادية أصعب من الناس اللي بيتها. أثناء إجراءات الإصلاح اللي عايزينها 64 مليار المفروض كانت تلغى. كله عكس بعض. كله عكس بعض. العالم كله يعني متمسك بأي يعني اللي معاه دولار ماسك فيه الطلب فيه شهادة 18% طلع 3 أرباع تريليون. شهادة تانية 25 طلع 30 على نص تريليون. كله عكس بعض. المدنيين أجدادنا 1798 اللي كسروا دولة عظمى زي فرنسا وطردوها 3 سنين ما كانش فيه جيش. كان فيه بقايا المماليك. انا بقول وبدي حضرتك لمحات من التاريخ البعيد قوي واللي موجود. اذا احنا تحليلنا صعب، فدايما الاستهداف وسط الذكاء الاصطناعي هو عنصر حاكم في اي حرب بالنسبه لنا. تمام؟ طبعا حد مشاكل التنسيق دي مسائل مختلفه. يعني انت عشان تعمل اي حرب انت عايز تنسيق داخل القوات المسلحه
بكل اجهزتها واسلحتها. وهذا التنسيق مهم جدا لان هي معركه اسلحه مشتركه. فالتنسيق بواسطه البشر بياخد وقت كبير جدا وبيحصل فيه بعض المشاكل اللي عايزه برضه تعاد التنسيقات الثانيه. وايضا تنسيق عالي مع القطاعات المدنيه في الدوله. مفيش فرق. على فكره الدوله هي اللي بتحارب، القوات المسلحه هي تقوم بالعمل العسكري. في حقيقه الامر الدوله اللي كانت بتحارب باقتصادها بكل ما فيها. القطاع المدني هو اللي بيدي القوات المسلحه للمقاتلين. في حقيقه الامر لما نقول حرب الدوله بالكامل، المدنيه والعسكريه هي اللي بتحارب، لكن القوات المسلحه هي اللي بتقوم بالعمل العسكري. التنسيقات دي داخل القطاعات المدنيه وبين القوات المسلحه وداخل المسلحه دي صعبه ومتشابكه. فالذكاء الاصطناعي حلها. تمام؟ حلها بصوره كامله. وبالتالي حتى عندنا نوع نماذج الذكاء الاصطناعي اسمه ايه؟ الذكاء الاصطناعي الجناح كولكتيف سوبر ارتفيشال انتليجنس. ده نوع من الذكاء الاصطناعي بياخد تحت مظلته الذكاء الاصطناعي متخصص داخل القطاع المدني او داخل القوات المسلحه او داخل حاجات اقتصاديه حاجات اجتماعيه. فالذكاء الاصطناعي بيجمع ذكاء اصطناعي متخصص في مجالات معينه تحت مظلته. وده جديد. تمام؟ طيب انا لما قلنا تصف العمليه العسكريه يعني بسرعه اقول حضرتك كل اربع مظهور هي عمليه مستمره، وبالتالي حدود الذكاء الاصطناعي في المراحل السابقه حدود كبيره جدا اكبر من كانت بشكل. هم الاربع عمليات دول اللي هم مستمرين سلم وحرب وما بيوقفوش، والامكانيات البشريه ليها حدود في السرعه، حدود في الامكانيات. هل الذكاء الاصطناعي لو دخل معايا هذه الحدود البشريه تزيد؟ طبعا. وبالتالي انا ما عنديش رفاهيه ان انا افهم وما افهمش الذكاء الاصطناعي. عشان في بعض الناس وكل الاحترام ليهم يقول لك والله ده موضوع مقلق وممكن الذكاء الاصطناعي يعني في النهايه يبقى ضد البشر، ويبقى بلاش من الموضوع ده من دلوقتي وبلاش منه، يبقى انا في تحليلات هتتم عليا وانا مش هقدر احلل العدائيات المختلفه، او على الاقل حل الامكانيات واعرفها. ودي نقطة خطيرة. أنا كمصر ما عنديش رفاهية إن أنا أتجنب هذا الموضوع، لأن هو هيبقى ضدي وأنا ممكن أستخدمه ضد عقليات أو حل الإمكانيات أنا قدراتي. فما عنديش هذه الرفاهية. أحيانا عدم فهم الموضوع بيؤدي إلى إنكار، ودي مشكلة في نقل الموضوع. مش معنى إن حضرتك مش فاهم التهديد أو طبيعة التغير التكنولوجي إنها تنكره، مش هي ما حدش هيقبل كل المعارف. لا افهمه علشان انكاره ممكن يؤدي لمشاكل اعلى من ان انا اخش في المرض واستخدمه. ودي نقطه مهمه جدا. طب الدول عملت ايه؟ تعالوا برضه اوصفكم على الدول عملت ايه عشان برضه نبدا من حيث المنطقه الاخرين. وكاله البحوث والمشروعات الدفاعيه الامريكيه اللي هي بتصنع الدوله، الوكاله دي اولا بتابع وزاره الدفاع. انا شغال سنه 58. تمام؟ ساعات على طول صوت التكنولوجيا والمذاكره هي اللي ساعدت على الكلام ده. وبالتالي الناس دي مبكره جدا بتنظر الى التكنولوجيا. وفي 2018 اعلنت عن وضع 2 مليار دولار عشان الموجه الثالثه من تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي بتتعلق باتخاذ القرارات في ظل ظروف معقده. يعني هو مش بيقول لك الذكاء الاصطناعي ياخد قرارات، قال لك لا ده انا عايز الذكاء الاصطناعي ياخد قرارات حيويه وحاسمه في ظل بيئه معقده من التشابك بين البيانات وبين الاشياء. وده عارفه. صرفوا كام في 2018 مبدئيا 2 مليار دولار. اذا هو هيلحق البيئه المعقده فدي هكون انا اصلا. وهشتغل على مين؟ هشتغل على اي حد. فانا كان ممكن اكون انا ضمن الاريا اللي اشتغل عليها. فخلاص هو ده العلاقات اللي جايه. تمام؟ وهي صحيح تبع وزاره الدفاع اللي هي وكاله البحوث دي، لكنها اوريك بقى هم ازاي بيتعاملوا مع القطاع المدني. ودي مهمه جدا ان الوكاله دي بتعمل بشكل وسيط جدا طبعا مع القوات المسلحه الامريكيه وكل كيانات الحكومه الفيدراليه المدنيه وايضا المختبرات الوطنيه ومراكز البحث، لو حتى لو تبع الحكومه او مش تبع الحكومه. يعني هم واخدين كل ما هو داخل الدولة تحت مظلتهم. وأنا حتى جايب حتى أمثلة جامعات، مدارس، مراكز أبحاث، حتى قطاع خاص، قطاع عام، علاج، كله لا يهمل أي شيء تحت مظلته، مع إن اللي بيديره كانت مساحة أمريكية. ودي نقطة مهمة جدا، أن في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
ما فيش حاجه اسمها ان انا انعزل عن القطاع المدني، كلنا لازم نتعاون، وده مثال واضح جدا وقوي للتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمام؟ طبعا مع تزايد تهديد الوسائط المتعدده ومعدلها، الاعلام بره لا في تزييف عالي جدا في حاجات كتير. فهو التزييف ده في الصور والافلام وكده هو كان بصوره بشريه بيعملها، وبصوره بشريه بتاخد وقت وما تقدرش تطلع التزييف الحقيقي. فدخل هو بتطبيقات الذكاء الاصطناعي عاملينها عشان يوضح، والصوره دي يمكن واضحه جدا ان الرئيس الروسي قاعد وهم حاطوا صوته وهو ما كانش في الصوره الاصليه. وبالتالي خلي بالك حضرتك نشأت تطبيقات زي السيمافور تطويرها للتعرف على الوسائط التي تم تزييفها. هي موجوده مدني اساسا، وفي الاعلام تم استخدام وسائل مسلحه للتعرف على الاهداف. فده نوع من التدافع والتكامل بين القوات المسلحه والقوات المدنيه. في تطبيقات هم خدوها من القوات المسلحه خدتها من القوات المدنيه طوعتها للاستخدام العسكري للتعرف على الاهداف. تمام؟ فانا برضه بقول لحضرتك النقطه دي. ومثال الشراكه بين البنتاغون وجوجل، يعني شاف جوجل ما كان حاجه مدنيه خالص، لكن البنتاغون حاجه عسكريه. ففي 2017 بدا المشروع اللي هو البروجكت مافن، وده بروجكت ما بين الاثنين، هدفه رصد الوجوه والانماط السلوكيه، يعني حتى بيحلل السلوك، يعني بلاقي حد بيتصرف بيتحرك بصوره معينه، بيتصرف بصوره معينه، بيعرف ده السلوك، ده سلوك شكله ايه؟ راجل متوتر، ده متسرع، ده تحركه وايه؟ ده تحركه طبيعي بدلا بالظبط كده. والتمييز بين الاشخاص بيعمل بقى ايه؟ بيستخدموه في ايه؟ اضطراب الطيران بتطير حوالي 24 ساعه. ده من الاضطرابات الموجوده في العالم. بتدرس كم من الصور والافلام للارض رهيب. الاف الساعات دي ما ينفعش حاليا مصر بيستخدم التطبيقات المدنيه اللي كان الاعلام بيستخدمها، عامل لها تطويع وبيحلل الساعات المسجله والصور والافلام اللي جايه من الطيارات دون طياره. وبالتالي دخل جوجل معاه في الموضوع وخد منه الحاجات دي، وبالتالي ده استخدمه في ايه؟ مكافحه التورط ومكافحه الارهاب. للدرجه ان هو الطيارات دي بيديها بصوره الارهاب، وهي بتبحث عنه كفيس ريكوجنيشن، بحث عن الصوره، ولما بيتعرف عليه يدي احتساسه للارض يروح يهجم عليه. في دايره حتى الان 5 ميل، يعني حوالي داخل على فوق داخل على 10 ميل. فدي نقطه مهمه. هم ابتدوا يبحثوا عن مدير الشكل ده، وبالتالي ده سرع وحسن عمليه اتخاذ القرارات والاستهداف. تمام؟ مجلس الابتكار الدفاع ده كل ده بيوصلك العالم كله شغال ازاي؟ المجلس ده انشئ سنه 2016 ومتى امداد وزير الدفاع الامريكي وكبار القاده بتوصيات شكل الوسائل المبتكره في بتركز على ثلاث حاجات. الناس والثقافه. توجيه وزاره الدفاع للناس والثقافه القطاع المدني، يعني احنا عاداتك، تقاليدك، ثقافتك، الكلام ده زمان كانوا بيبعت جواسيس سكان. زمان تلاقي بعض كل سنتين كده تلاقي في جواسيس بيقول لك مفيش حد، ما هو ما بعتش حد استخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تمام؟ ايه تاني؟ التكنولوجيا والقدرات. التكنولوجيا سواء مدنيه او عسكريه. تمام؟ النقطه الثالثه الممارسات والعمليات. انت بتتصرف ازاي في الازمات؟ كقطاع مدني. سلوكك ازاي لما بتواجه مشاكل؟ وطبعا المفروض مسامحه. والقطاع المدني اشرت اهميه لان هو ضخم، عنده قدرات ضخمه متعدده، وبالتالي بتواجه ليه ازمات، فانا يهمني اعرف انت بتتصرف ازاي في الازمات وسلوك وانماط السلوك. ودي نقطه خطيره جدا ان يتم تحليل المجتمع المدني في مصر كانماط سلوك، لان هو تحليلنا صعب. على مر السنين كان تحليلنا صعب باستخدام كيانات بشريه وقدرات بشريه. تمام؟ والصعوبه اللي حصلت ان بعد ثوره 25 يناير تم الزج داخل الدوله بالعديد من المؤثرات، منها فتح السجون، منها قتل المتظاهرين، منها حاجات كثيره جدا، مؤثرات سلبيه. اللي وقفها ثوره 30/6 واللي عمل 30/6 مدنيين. حد تاني وقف المؤثرات السلبيه في الاقليم؟ ما حدش. اذا احنا في علامه، انا ببص من وجهه نظر العقل، ان هناك علامه استفهام داخل المجتمع المصري المدني من تحليله وتحليله الصعب.
وشوف 30/6 اللي وقفت هذه المؤثرات السلبيه وانطلقنا بسرعه عاليه جدا. دي علامه استفهام عند العقل. تمام؟ الذكاء الاصطناعي استشكل الحدود الجديده من الدواء. يعني قال لك الحدود الموجوده في الاحمر مياه او ارض او حدود حتى مجال جوي، لكن الحدود الجديده هي انا اقدر اخش بالذكاء الاصطناعي لغايه انهي دوله ودي حدودي. ودي نقطه. واللي قال الكلام ده مين؟ الاكس سبيس ده تبع شركه جوجل. قال لك الحدود اللي موجوده دي حدود موجوده موجوده في الامم، لكن انا اقدر اوصل لك لغايه فين بالذكاء الاصطناعي؟ دي حدودي. اذا الدوله التي تمتلك ذكاء اصطناعي يوصل لغايه فين؟ دي حدود الدوله الجديده، لانها هتحدث تاثير على الدوله سين او الدوله صاد من مكانها، وقد تكون هذه الدول على بعد الات الاميال من الدوله المخططه. وده مهم، وده يمكن الراجل كان داخل في وتولى مناصب يعني شغلها في قمه التكنولوجيا رئيس بوتين، قال الاميال في الذكاء الصناعي من يتمنى تكون الاميال في الذكاء الصناعي عشان تكون سيد العالم. يعني هيك ليه؟ ببساطه هيقدر يحدد الدول وهو قاعد في مكانه، ويقدر يحدد نقط اختراق، ويقدر يحدد كيف سيخترق القطاعات المدنيه او القطاعات الصناعيه. تمام؟ والحروب القادمه سيكون محور الذكاء الاصطناعي، وقد تكون هذه هم موجهه للقطاع المدني او موجهه للقوات المسلحه. تمام؟ اخش على النقطه الثانيه، تاثير الذكاء الاصطناعي على المجال العسكري. تمام؟ طبعا هيحصل ارتفاع عالي جدا في استخدام الاسلحه القتال الاليه. السلاح الالي زمان كان هو ميكانيزم بيتحرك، بس انا اللي بديله امر القتال وانا اللي بخليه اقرب للريموت. لا هو في ذكاء اصطناعي انا هسيبه سواء طياره بطيار او دبابه صغيره جدا او قطعه بحريه، وهو معاه ذكاء اصطناعي ومعاه اليات التعرف على الاهداف، وهو اللي واخد قرار الضرب، هو اللي هيتحرك ويضرب، وانا خلاص انا كبشر مش موجود. وبالتالي دي هتبقى حاجات صغيره جدا، رصدها صعب، وصلت انها تبقى في شكل طيور، في شكل اسماك لو حطها في البحر، في شكل بعض الحاجات اللي بتتحرك على الارض. وبالتالي ده صعب جدا موضوع الحروب واستهداف كمان حاجات داخل القطاع المدني. وبالتالي الهجمات المصادره بالذكاء الصناعي تستطيع اطلاق اسلحه حقيقيه او الكترونيه تلقائيا من قرار الهجوم اصلا من الانسان. الانسان عندما يشوف هدف ويجي له الهدف ويحلله ويتاكد ان ده له هدف، ده بياخد وقت قد ايه؟ كلام بشري. لكن كل ما يحصل فيس ريكوجنيشن او تعرف معين على بعض الاهداف، ده في الذكاء الاصطناعي تقريبا في نقطه واحده. فده مهم جدا بالنسبه للهجمات. ايضا الذكاء الاصطناعي يعيد التوجيه حين هذا بيتحرك، يبقى التوجيه اسرع واكثر دقة على الهجمات من الانسان، ده بيتكرر هو بالانسان. تمام؟ فعشان كده بقول انا ما عنديش الرفاهيه ان انا اهمل هذا الموضوع، لان ده هيتوجه كقطاع مدني او قطاع مسلح. تمام؟ التاثير على مدى الحرب، اشهر مدى الحرب هم 12 مدى. لما تبص لمبادئ ايه؟ وتدخل جوه كل مبدا استخدام الذكاء الاصطناعي بتطبق بسرعه اسرع. مبادئ الحرب دي هي المبادئ الحاكمه والحاسمه التي يتم بناء عليها التخطيط للحرب او تدخيل الحرب. ودي نقطه مهمه جدا، فهتلاقي كل المبادئ حصل تطبيق عالي جدا ليها بسرعه مختلفه باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تمام؟ طبعا الذكاء الاصطناعي مفهوم الاستعداد القتالي، يعني الاستعداد القتالي كبشر له قدره معينه على ان انا كبشر ان انا استعد في وقت قد ايه، لكن لما تجيب حاجه طياره بتطير 24 ساعه ذكاء اصطناعي او قطعه بحريه كلها ذكاء اصطناعي ما فيهاش بشر، هي الاستعداد القتالي بتاعها مستعد في 13 ساعه. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا، غير مفهوم الحشد. انت عشان تحشد قوات عايز وقت قد ايه عشان تحشد البشر وتديهم السلاح والذخيره، لكن ابتدت الصين تخترع بعض الطيارات الصغيره جدا وتحشد الالاف منها في وقت واحد، وتقدر تغير من شكلها ومن اهدافها وتتوجه في نقطه. وبالتالي ده مقارنه بالاسلوب البشري ده ما فيش وجه للمقارنه. تمام؟ الذكاء الاصطناعي غير مفهوم الرابع التقليدي والنووي. يعني اذا كان دوله عندها ذكاء اصطناعي تقدر تستهدف دوله اخرى بصوره سريعه ومختلفه. إذا
انا ممكن الرابع للذكاء الاصطناعي يقترب من الرابع تقييمه له؟ ما ننساش ابدا في حرب روسيا الاوكرانيه لما روسيا دخلت بذكاء اصطناعي وحرب استمراريه ضد اوكرانيا، امريكا حركت اقمار صناعيه شركه ستارلينك وادوهم حوالي 10-15 ألف جهاز يستقبل على طول، فشلوا كل الحرب السمرانية اللي حطت فيها روسيا. فده يعني واضح. غير اساليب الهيمنه والسيطره على الدنيا. كانت روسيا كانت بتخطط للهيمنه والسيطره على اوكرانيا ما بين استبداد الرادار الاصطناعي وحرب سمرانيه، طب ما الهيمنه والسيطره دي فشلت لان امريكا حركت ما هو مضاد لهذا الموضوع. وده ما اعلنش عنه بصوره واضحه وشفافه حتى الان. يعني هو حصل لكن برضه محتاج متخصصين عشان يتناولوه. مصانع السلاح هتستخدم وتعتمد على الذكاء الاصطناعي ولا مش؟ في التصميم عشان تنتج طياره زمان كنت بتقعد عشرات السنين في التصميم وتطلع البروتوتايب وتعدل في ظل وجود ذكاء اصطناعي. ده حكايه التطور في السلاح اصبح سريع بصوره غير عاديه، تمام؟ غير زمان، فده اثر بصوره عاليه جدا. برضو في التوازن العسكري، هل دوله عندها تطبيقات ذكاء اصطناعي في منظومات تسليح او في الدوله بتاعتها في القطاعات المدنيه؟ ده التوازن الاستراتيجي الدوله دي زي ما عندهاش، تمام؟ وبالتالي يمكن العالم كله بيوصف الدوله زي روسيا تعلن ان الذكاء الاصطناعي سيساعد على تحسين التوازن في القوة بين روسيا وامريكا. تخيل التوازن العسكري بين روسيا وامريكا، هنجيب بس عنصر واحد في التوازن العسكري. وده بص، امريكا الانفاق العسكري حوالي 800 مليار دولار في السنه، روسيا حوالي 600 حوالي 66، النسبه 12 الى 1 يا صاحبي. فهم روسيا بتقول انا النسبه دي كبيره جدا، انا حملها ازاي؟ لانها لي الذكاء الاصطناعي. يبقى في ذكاء اصطناعي في كل التسليح مع ان الانفاق قليل، وايضا الذكاء الاصطناعي ان انا اقدر استهدف واحلل اهداف امريكيه او غربيه بصوره سريعه وحاكمه ومؤثره. ما قدرتش يوصل للكلام ده لغايه دلوقتي، لكن في سبعه منهم 12 الى 1 ده رقم ضخم، ده 2021 وصالح امريكا حتى الان. ليه صالح امريكا؟ دخل القطاع الخاص معاه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بياخد منه ويديه. روسيا الحته دي لسه مش موجوده. لماذا التطور الضخم داخل امريكا في الوصول الى تطبيقات ذكاء اصطناعي مؤثره في التسليح وغير التسليح؟ هو مش راس واحد، عشان كده المجلس الانتشاري اللي انشئته وزاره الدفاع هو دخل تحت مظلته كل الحكومه الفدراليه وكل مراكز الابحاث الخاصه وغير الخاصه او الحكوميه وغير الحكوميه. فعشان كده انا بشتغل بفكر كبير جدا داخل كل الدوله الامريكيه. روسيا مخصوص في الحته دي لغايه دلوقتي. ادي الان شكل التوازن، بص عليه ده شكل 801 مليار، تمام؟ بص دول العالم شكلها ايه؟ وروسيا شكلها ايه؟ وبقيه الدول العالم كل الناس ذكاء اصطناعي، تمام؟ البعد القانوني للحرب فيه مشكلة، أن البعد القانوني الدفاع والحماية والبرمجيات دي مشكلة كبيرة، لأن أنا ممكن بدل ما أنا أحاربك أخش على البرمجيات بتاع الذكاء الاصطناعي أبوظها أو أخليها تضرب أهداف غير الأهداف، وده مشكلة كبيرة. النقطة الثانية القوانين المنظمة للحرب ما فيهاش، هي بتحاسب البشر او المقاتلين لما يستهدفوا اهداف مدنيه او اهداف غير مشروعه. طب انت لما تحط انظمه ذكاء اصطناعي وهي شغاله اوتوماتيك وواخد معاها هو قرار الضرب، وده برامج وبيتعلم على فكره، لو قدره على التعلم من البرامج دي هتتحاكم مين؟ هتمسك مين؟ ودي مشكله. فالقوانين اللي موجوده يعني مبادرات مخطوطه وراها وتحقيقات للحد من سيطره اسلحه الذكاء الاصطناعي على 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 قرار الحد، انت هتوصل لشكل من التهديدات القانون ما فيهوش حاجه عنه. قانون الدولي الانساني هو بيتكلم على بشر خد قرار او نفذ قرار. طب الذكاء الاصطناعي اللي خد قرار ونفذ قرار هجيبه منين؟ طب هو ما فيهوش ان اللي صمم البرنامج ده
يجيبوا مش موجوده. وقد يكون صمموا لتطبيقات مدنيه يعني حصل لها جاستيفيكيشن لتطبيقات عسكريه. فاذا خلي بالك حتى الذكاء الاصطناعي يسير بوتيره اسرع من البعد القانوني في المنصب دي. الحرب ده مهم انه ما يقدرش يطلب للمقاتلين العنان ان هو يستخدم الكلام ده في العمل ده بشكل حربي غير مفهوم الحرب الاستراتيجيه غيرت الحرب تمام ومفهوم الرادع اتغير. وخلي بالك حضرتك لما تتغير الاسلحه وتتغير مفهوم سباق التسلل وتتغير اسلوب الرادع واسلوب القتال كان ده شكل الحرب وهيبقى جزء من الحرب داخل القطاعات المدنيه. ودي نقطه خطيره جدا خاصه ان احنا كدوله داخلين في الرقمنه بصوره كبيره ودي نقطه مهمه ومدن الجيل الرابع وبالتالي القطاع المدني في مصر واحنا اتاخرنا كتير في الموضوع ده لازم نخش في الاتجاه ده تمام؟ الذكاء الاصطناعي خلص حدود الفاصله بين التكنولوجيا والتيار العسكري ما قدرش يحصل بين الاثنين ووصل للنموذج الامريكي ده هو اساسا في تخطيطه اذا كان المدني مدخل العسكري معاه والعسكري مدخل المدني معاه وحتى الراجل اللي كان ماسك جوجل ورئيسه دخلوا معاه وعمل شراكه بين الجيش وبين جوجل. طب ما دي النماذج دي يعني احنا لازم نستفيد من هذه النماذج. انا بتكلم عن النقطه دي لان احنا يجب ان نبدا من حيث ينتهي الاخرون. العزلية دي اللي كانت موجودة مش هتفرق ما بيننا وفي علم كبير جدا في علم الاجتماع وهو العلاقات المدنية العسكرية. وده علم مهم جدا يعني عشان سلطة الدكتوراه واستاذ الدكتوراه عبد كان يعني من ضمن المناقشين العظماء يعني. العلاقات الدولية طبعا التوافق العلاقات الدولية دي بتتلاقى في الذكاء الاصطناعي. تمام؟ بيحلل سلوك الدول. زمان كانت التحليلات اللي وصلت بالدول ورؤساء الدول واتخاذ القرار بيتم بواسطه بشر. دلوقتي التحليل بواسطه ذكاء اصطناعي فبيدرس اسلوب الدوله في اتخاذ القرارات شكله ايه؟ بواسطه الذكاء الاصطناعي. ودي نقطه مهمه. ومش ممكن ابدا ان الحرب الروسيه الاوكرانيه التي تدار على الارض الاوكرانيه الانتصار والصد الاوكراني للجانب الروسي ده بمنع عن اداره عمليات قتال داخل امريكا باستخدام التطبيقات الاصطناعيه استحاله. انه بيدرس بصوره كويسه جدا اسلوب اتخاذ القرار في الموضوع الروسي اللي كانت بالنسبه لهم سرد شديد جدا. تطبيقات الذكاء الاصطناعي حلت لهم هذا الامر. ايه الازمات والمخاطر ممكن نتعرض لها بالنقطه الثالثه؟ اولا سباق التسلل. سباق التسلل ممكن يكون خارج السباق. ان المنظومات كلها تشتغل وتاخد قرارات لنفسها. ودي نقطة خطيرة جدا. هل أقدر أخلي البشر ورثة القرار؟ هتبطئ المنظومة. وممكن أحط الذكاء الصناعي بس في نهاية الإطلاق يقولوا بشر. طب ما أنا هتبطئ المنظومة، هذا البطء يكون سريع. فكل بيقول لك لا خلاص المنظومة بالكامل هي تحلل وتاخد قرارات الطب. فده ما معناه خارج السيطرة ممكن. اللي يعمله رفع إن أنا أمتلك منظومات مشابهة. السباق خلينا نجيب شركات التسليح والدول او التسليح ودول كده. طب بعد كده هيكون مستقبلا هيضاف الفاعلين غير الدول ده كيانات في كيانات غير الدول. هذه الكيانات جزء منها موجود داخل الدول. تمام؟ هتمتلك طبعا تطبيقات الذكاء الاصطناعي لانه هو منتشر في البيئه المدنيه. فده ايه اللي يمنع كجماعات ارهابيه او فاعلين غير الدول ان انا اخد هذه المنظومات وطوحها لصالحي لبيئه عسكريه زي ما الدول بتعمل. اذا انا هتلاقيني بواجه بعض المنظومات في ايد جماعات ارهابيه بصوره مختلفه نتيجه امتلاك تطبيقات الاصطناعي او دول مريضه هتديهم. يعني انا كدوله مريضه وضد امريكا ايه اللي يمنع عندي تطبيقات الاصطناعي لجماعات ارهابيه الشرعيه؟ اذا انا داخل كده على ارهاب بشكل ده. ودي نقطه خطيره جدا. تمام؟ الذكاء الاصطناعي مستويين. المستوى الاول هو الذكاء الاصطناعي المتخصص اللي بيتكلم على تخصص معين شغال فيه، قد يكون حاجه اقتصاديه، حاجه اعلاميه، حاجه عسكريه. اذا في ذكاء اصطناعي، ذكاء اصطناعي العام. الذكاء الاصطناعي العام واوسع شويه، بيحاكي فكر الانسان تقريبا اللي هو متعدد الاهتمامات والتعامل مع اشياء متعدده. في الذكاء الاصطناعي الخارق ده بيفوق فكر الانسان بمراحل كبيره في اتخاذ القرار وده وصوله. وده لو دخل في التسليح وتحليل المجتمعات في الذكاء الاصطناعي اللي هو
الاصطناعي الجماعي او الكوليكتيف، وده مشكله كبيره. ليه؟ لان بنجمع الذكاء الاصطناعي المتخصص والعام والخارق كلهم في منظومه واحده بيستخدموا مع بعض، زي ما يكون مدير واخد كل التخصصات التمثيليه، فبالتالي ده واخد كل ما هو تخصصات تسليح وداخل القطاعات المدنيه في الدوله، ومتخصص وغير متخصص، وده الحقيقه بيحاولوا هم مصدوره بس يحاولوا يخلوه اكثر تاثيرا، تمام؟ وبالتالي انتشار الاسلحه المدمره الفتاكه ذاتيه التحكم، انظمه تلقائيه، انظمه مستقله، والارهاب لو استمتلك الانظمه دي ده شكل غير منطقي. ليه الذكاء الاصطناعي ما انبعه اساسا كان داخل القطاعات المدنيه؟ ليه؟ الصرف عليه غالي، فالوقت المصرف ما يقدرش تصرف هذه المصرفات، لكن القطاعات المدنيه بس بيبقى بيجيب الفلوس دي من انتاجات متعدده من اعلام وتعليم وهكذا، وبالتالي هو كون ان هو بيجي وداخل يروح القوات المسلحه واخده التطبيقات دي وطوعها للتطبيقات العسكريه. اذا هو اساس الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المدنيه، وتم عشان كده لما النموذج الامريكي المهم ان هو ان احنا نروح عامل شراكه مع المدني على طول، اللي كان اخد منه واطوع احسن ما انا ابتدي ابحث من جديد، ده عايز تكاليف باهظه منه، تمام؟ زياده تعقيدات الامن السيبراني، طبعا الاسلحه اللي فيها امن سيبراني مش معرضه للتلاعب، الحرب الذكاء الاصطناعي، ما هي الحرب الذكاء الاصطناعي مش ذكاء اصطناعي اخر. دي نقطه مهمه، هنوصل لكده، لان انا كبشر ما اقدرش اجري وابقى اسرع كاتخاذ قرارات من الذكاء الاصطناعي قدامي، فيبقى الذكاء الاصطناعي قدام ذكاء اصطناعي. ودي احنا هنخش على الموضوع ده، وبالتالي تجاوز النطاق الجغرافي، لم تعد دوله تقول جغرافيا انا بعيد انا مهمله. ارجع تاني للكلمه المهمه، ان الذكاء الاصطناعي غير مفهوم السياده بين الدول، تمام؟ وده في فضاء الحقيقه هانشا هذا الفضاء عابر الحدود، تمام؟ البعد القانوني مهم، لان التحكم في الاسلحه حتى الان ذاتيه الحركه ده مش مهم، مش موجود قانوني. مين هيتحمل مسؤوليه الاخطاء والتلاعب في التصميم؟ تمام؟ مين هيتحمل الاتحادات القانونيه الاخلاقيه في الحرب؟ انت كنت الاول ممكن تروح الامم المتحده مع النهاء، هتجيب الوجود ده ازاي؟ وهتجيبه ازاي؟ يعني الموضوع في منتهى الصعوبه، وبالتالي ده للاسف الشديد التطور في القوانين المنظمه للحرب والصراعات ابطا بكثير من التطور في الذكاء الاصطناعي. وده اخر نقطه هتعرض لحضراتكم، ايه الفرص المتاحه؟ اولا تقلص الحدود لانتقال التكنولوجيا، يعني زمان كانت التكنولوجيا الحدود متقلصه، دلوقتي انا ممكن التكنولوجيا منين؟ تكنولوجيا مدنيه. يعني انا ممكن كدوله ابدا من نقطه عاليه جدا قطاع مدني، مش لازم انا ابتدي اطور كل حاجه عندي عشان اوصل، ودي نقطه كويسه. ممكن ابعت وده اللي حصل في مصر، يعني حصل في كليات دلوقتي بتتناول موضوعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، دي نقطه كويسه. ودي حصل بعد 30 سنه، دي انقذت مصر من حاجات كتير. انا عندي تمام نماذج زي دي، ده بسبب تجربات تجاريه في المجالات التجاريه، دي نقطه مهمه. وده النموذج الامريكي، استفيد من التطبيقات المدنيه اللي هو ده هقول لك التطبيقات العسكريه. والعالم كله مفتوح على بعضه دلوقتي كتطبيقات ذكاء اصطناعي، ليه مفتوح على بعضه؟ ما عندوش رفضيه العزل وعايز يبيع. وعايز يبيع عشان يكسب عشان يطور. فما عندوش رفضيه ان هو ما يبيعش لدول. بيبيع تطبيقات اقل شويه من اللي هو من اللي عنده، لكن دي بالنسبه لي انا ببدا بالنقطه دي احسن من ان انا ابدا بالصفر. تمام؟ طبعا القطاع اللي انا عايز اقوله عشان نقطه مهمه، ان القطاع التجاري غالبا بيكون تطورات الذكاء الاصطناعي ويمكن استخدامها في الاغراض العسكريه. دي النقطه المهمه. ليه؟ لان القطاع المدني لما بيعمل تطبيقات بيقدر يبيعها، والبيع في مجالات متعدده، اعلام وتعليم وكل حاجه، فبيجيب الفلوس اللي صرفها. فالنموذج اللي بيقول لك طب ما تخليه يطور ويعمل وانا اساعده كمان، وبعدين اخد تطبيقاته، بياخد بعد الفلوس لكن قليله، وانا اطبقها في المجال العسكري، تمام؟ وبعدين يبيعها ويبيعها باسلحه. فالاثنين بيكسبوا يعني دلوقتي بالظبط بتوع السلاح بالظبط يعني بيزودوا
النجاح يكمن في الشراكة بين القطاعين مع المؤسسة والعسكري والمدني، دي نقطة مهمة جدا. عشان كده لازم هنا مفيش حاجة اسمها يعني من ضمن الدول وإدارتها العلاقات المدنية العسكرية، وده اللي بيحاولوا يضربوه في مصر. يقول لك هو الجيش مالي؟ أنت مالك أنت في مالك إيه؟ طب ابعد أنت عن مين؟ أنت ما أنت خليك بالسلاح بتاعك على الحدود، أنت مش عارف إيه؟ أنا لو قعدت أنا أخش الواقع ده أخرج منك. العلاقات المدنية العسكرية أحد أفرع العلم الرئيسية في علم الاجتماع العسكري. تمام؟ فخلي بالك حضرتك من النقطة دي. كان آخر نقطة في فيلم بسيط جدا أو جزء من ال من 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 كلمة للسيد الرئيس الحقيقة يعني لخص فيها الموضوع ده بصورة يعني بصورة واضحة يعني. مفيش صورة. خلاصة اللي قاله السيد الرئيس النهارده، للأسف احنا ما شفناش في الثلاث ثورات الأولانيين وما كانش لينا دور فيهم عالي، اللي هو ثورة الثورة الأولى اللي هي البخار، والثورة الثانية الكهرباء، والثورة الثالثة الخاصة بالحاسبات، الثورة الرابعة الذكاء الاصطناعي. فاحنا العقلية المساعدة عقلية محترمة وعقلية تستوعب الذكاء التكنولوجي، فخسارة ان احنا ما نخشش في الثورة الصناعية الرابعة وما نخربش الموضوع. عشان في بعض الناس وهم ناس وطنيين انا مش بخالف بيهم حد، يقول لك الموضوع ده خطير بلاش منه بلاش منه، فانا هتراجع. ممكن لو تحب يعني هو ده ما كملش وصل. الذكاء الاصطناعي في الدول المتقدمة قادرة بشكل كبير عن استيعاب ما تقدمه من نمو ومن تطور، لكن في الواقع بتكلم بقى عن مصر عشان لا أسيب أي دولة، قد يكون الأمر مختلف، قد يكون الأمر مختلف، وبالتالي التأثيرات قد تكون أكثر ضرر على المجتمع زي مجتمعنا. وعشان كده إحنا مش شايفينش في الثورة الأولى ولا الثورة الثانية ولا الثورة الثالثة، وهيصعب عليا جدا ان احنا ما نشاركش في الثوره الرابعه. فيمكن هو انا ليه بجيب الحاجات دي؟ والسيد الرئيس هو كمتخذ قرار قدامه معلومات بتقدر موقف كثيره جدا بحكم المنصب، وبالتالي لما يقول لك قال لك التاثيرات هتكون علينا اكثر ضرره لو ما دخلناش، ويصعب علينا ان احنا ما استفدناش في الثوره الاولى والثانيه والثالثه لظروف كثيره من احتلالات ومن حاجات كثيره تتبع على بالنا. فلازم نخش في موضوعنا ونشارك في الثوره الصناعيه الرابعه. وده عكس بعض الناس والاصوات اللي بتقول لا بلاش ملاعب. فخساره الدوله بعمق تاريخ مصر وقلب مصر هتخش تحت الموضوع ده العقليه المساعده كويسه. فانا اخش اقتحم هذا الموضوع، يحصل شراكه ما بين القطاع المدني والقطاع العسكري، ونشجع اولادنا ونشجع نفسنا فيه، حتى لو انا مش فاهمه، حتى لو انا بعيد عن الموضوع ده، شجع عليه بوجه الله عشان ده اصبح امن النظام. الف شكر وطبعا بشكر يعني طبعا هذه المداخله والمحاضره قيمة جدا على الذكاء الصناعي وتأثيرها على المجتمع القومي. والحقيقة يعني طبعا أنا كنت متصور إن أنا هفصل جزئين عن الأمن القومي والمدني والعسكري، لكن الحقيقة إنه اتضح طبعا إنه مسألة التوافق والتداخل والتشابك ما بين ما هو مدني وما عسكري أصبح كما قال معالي الدكتور العالمي انه مساله اساسيه اصبحت هي مساله امن وطني بشكل عام وليس فقط امن عسكري. انا اعتقد انه يعني انا جبت شهاده في الحياه
بسبب الناس. انه ده حاجه صحيه انه لا شيء الواحد الاحساس بالخطر زياده يعني لانه الفروق بين الدول والاقطاب اصبحت فروق يعني مسافات شاسعه، الجنب عماله توسع بشكل كبير جدا، واحنا حتى شايفين انه اوكرانيا وروسيا وهما بيتصارعوا بشكل اساسي يخش فيها جزء من الذكاء الاصطناعي، يعني يقول الذكاء الاصطناعي اللي معقول ما لا يتفق مع ما يستطيع ما تستطيع الدول الخارجيه زي امريكا انها تسيطر من خلال الخارج عن بعد، وبالتالي المساله اصبحت في منتهى الخطوره. لكن السؤال اساسا اين نحن من هذا؟ يعني هي دي النقطه الخطيره جدا جدا، اين نحن في هذا النظام العالمي اللي اصبح دلوقتي نظام عالمي بيتجه اتجاه قطبي واحد؟ وده لا يقول باشمهندس انا عشان كده بمهد الحقيقه هيبقى صعب الكلام جدا بعد ست اللي هو الذي اوجه واوفى حقيقه بكل المقاييس. يعني احنا عندنا هل هناك فرص متاحه فعلا لبقاء هذا العالم؟ اصبحت دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي على قضيه قديمه جدا التقليديه عن الامن الوجودي. مساله في منتهى الخطوره انه احنا شايفينه مش قادرين حد يتصور. يعني امريكا دلوقتي سوت سيطره على العالم، وبالرغم من الصين على سبيل المثال وروسيا ومحاولات اخرى انها تعمل اعاده التوازن بين القوه بشكل كما يسمح ان تكون هناك اقطاب متوازنه في العالم. ويكفي ان احنا عندنا حاجه اسمها الفيديو، يعني عارف في هذا النظام العالمي في حاجه اسمها فيديو، وبالتالي يعني ممكن العالم كله ياخد قرار لكن دوله واحده تقول الفيديو او ترفع الرايه الحمراء فانتهى. احنا فين؟ يعني معالي السؤال اللي هو كلنا احنا فين؟ يعني ده هو لما وقفت المساله في قبل السبعينات، وقفت المساله لانه كانوا مش لاقيين الخبراء اللي هم يتعاملوا مع البيانات الضخمه عشان يعمل ذكاء صناعي. وبالتالي وقفت المساله يعني جم وقفوا العمليه. النقطة الثانية انه كانت الاموال ضخمة جدا عشان الذكاء الاصطناعي ما كانوش قادرين عليها رغم ان كانوا بدأوا فيها بشكل عام. بعد 19 في 2019 بدأ احياء هذا المسألة لانه اصبحت مسألة وجودية على المستوى الواقعي العالمي وليس على المستوى المحلي. نحن فين؟ اعتقد ان نحن فين نكتب على اولا يعني انا عاوز اشكر الاستاذ حلوه يعني لينا انا كتبت مقالات في هذا الموضوع عن تاثيرات الذكاء الاصطناعي والامن القومي ومستقبل الدول. حقيقه يعني هو انا ببص على الكلام اللي حضرتك قلته وحضرتك انا باكد على اعجابي الشديد بقول حضرتك الشامله ده مش مجامله حقيقه، انا مش من الناس المجامله استاذ حضرتك بجد حقيقه حضرتك يعني طبعا بشكرك يعني باسم لجنه الثقافه الرقميه في مجلس الثقافه ويعني طبعا الاستاذ الدكتور احمد ان حضرتك يعني شرفتنا بهذه القيمه الكبيره الواعيه الدارسه المطلعه على ما هو الجديد فعلا ان هو تطور معقده جدا. انا هبتدي بالجزء اللي حضرتك بديت بيه البرستيج بتاع كلمه السيد الرئيس. احنا فاتنا ليه الثوره الصناعيه الاولى والثانيه والثالثه، واحنا في الثوره الصناعيه الرابعه وحتى ما بعدها، حتى احنا كخبراء في اداره التكنولوجيا بنسميها الاندستري اس بوينت زيرو عشان الرقم خلاص مش بنلاحق عليه. يعني الثوره الصناعيه الاولى قعدت في اواخر القرن 18 وقعدت حوالي 100 سنه تقريبا لغايه ما ظهرت الثوره الصناعيه الثانيه بفكره وجود الاول في البخار والاله واله النسيج والتحول من المجتمع
اللي هو المجتمع الريفي الى المجتمع الصناعي، المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي، وبعد كده بدات فكره خطوط الانتاج، وفكره لما هنري فورد عمل فكره خط الانتاج وطلع العربيه بدات تصنيع الكثيف. وبعد كده عدى 50 سنه بدات ظهرت ثوره المعلومات ووجود الكمبيوتر، هو ابتدى على فكره كمان يعني ثوره المعلومات من المجال العسكري. حاجات كثيره جدا في علم التكنولوجيا واداره التكنولوجيا، الكثير من الابتكارات التكنولوجيه هي تاتي اولا من المجال العسكري ويتم اطلاقها في المجال المدني، وتحقق ثروات رهيبه جدا للشركات اللي تستخدمها، وبالتالي بتحقق ثروات للامم والافراد. الثوره الصناعيه الرابعه اللي هو بدات تختلف شويه، التكنولوجيا بتنقل الباور من ايد الحكومات الى ايد الافراد. وبالتالي بتشكل لنا عالم مختلف تماما. الثوره الصناعيه الرابعه، وحتى احنا بنتكلم على الذكاء الصناعي عدوان هذه الندوه، هي الذكاء الصناعي هو لا تقود الحكومات. عمليه التطوير فيه تقود الشركات الناشئه اللي بيعملها شباب صغير. احنا في السنوات في 2015 ل 2021 عدد براءات الاختراع في هذا المجال زاد ب 30 ضعف. سنة 21 تم الاستثمار في هذا المجال في شركات ناشئة ب 95 مليار دولار. الصين، واحنا بنتكلم على هذا الصراع الكبير بين القطب الأكبر اللي هو الولايات المتحدة، وهو ناتجه القومي حوالي 23 مليون دولار. والصين هو الدولة الثانية هي في ناتج قومي حوالي 17 تريليون دولار، روس حوالي 1.7 تريليون دولار، في نسبة 1.12 اللي هي بتاعت الفرق العسكري، هي نسبة الحقيقة جاية من نسبة الناتج القومي. والناتج القومي بقى ليه الناتج القومي 12 ضعف؟ لو بصينا على الناتج القومي للولايات المتحدة الأمريكية وشفنا مساهمة تكنولوجيا المعلومات والشركات العملاقة التكنولوجية في هذا الموضوع، هنلاقي إن أمازون بتحاول تعمل 350 مليار دولار في السنه على يعني مبيعات، ده يساوي الناتج القومي لكل من قطر والمغرب وسلوفاكيا مجتمعين. فاحنا على لو رتبنا الدول والشركات هنلاقي الشركات بدات تخش في وهي شركات ايه؟ شركات ما كانتش موجوده في البورصه من 20 سنه. فهذا العالم بيختلف ويتغير، تقوده شركات التكنولوجيا. ويمكن انا برضه عاوز اثني جدا على اللي قلته، هو ليه الموديل ده تحسن تحسن كبير جدا متطور، تحسن ليه حصل تيك اوف؟ حضرتك يعني صح؟ يعني طياره ليه حصل تيك اوف؟ حصل تيك اوف نتيجه الانكلوزيف انستتيوشنز. الموديل البريطاني او انجلترا في القرن 18 كان عندها هذا النوع من الانكلوزيف انستتيوشن اللي تسمح للناس انها كلها يبقى ليها مشاركه في الموضوع، بتفتح مجال للابتكار، بتفتح مجال للابداع. على فكره هذا الامر ما كانش بالسهوله. يعني في ويليام ليك اخترع المكنه بتاعت الكروشيه اللي هو انها قالت اللي قال لازم تسمحوا لها انا عاوز حاجه اخترع على الحاجه بتاعتي. قالت له ما انا اديك مرات اختراع ازاي؟ ما اقدرش اديك مرات الاختراع ده لان هياثر على ماي بروز سبجكتس او رعايا الفار، هيزودوا الفار. لا انا مش قادر. ففي ساعات بيبقى حتى على مستوى سوبر ستيت او يعني على مستوى الدوله نفسها وفي تخوف من التكنولوجيا ومدى الديسربشن او مدى التحول الكبير في هذا الاتجاه، فبتلاقي ان الناس بتقف عليه. لازم بسرعه قالت لهم لا، قال له لا انا مش هديك قرارات اختراع. هذا لم يمنع ان يتم وجود النادي المشين، وبعد كده تتم الميكنه وتتحول انجلترا الى دوله عظمى في مجال الصناعه. نفس الحكايه حتى على مستوى قياده الاعمال، يعني هو لما جرام بيل راح قال لشركه وستر ديون قال لهم انا عايز اديك مرات الاختراع ده، مش واجد انا عندي التليفون خدوا 100,000 دولار. قالوا لا احنا مش شايفين ان التليفون يمثل الخطر على الاطراف.
فالدول او المؤسسات او قطاعات الاعمال لما بيحصل نوع من انواع الانكار لمدى التاثير التكنولوجي الكبير جدا على المجتمع والاقتصاد ونماذج الاعمال وحياه الناس، التكنولوجيا شاب من شاب وابا من ابا هيجيب لك تجاوبات. عشان كده احنا في بعض الكثير من الندوات حتى القطاع بلاقي ان في ساعات في محاوله لشيطان التكنولوجيا، ده في منتهى الخطوره، التكنولوجيا مكمله هشيطنها. طب خلاص كويس، هو اصل في هاجر طيب، ما هو في كمان حراميه في الواقع اللي فات صح؟ ما هو في الهاكر ده هو المقابل لواحد حرام، ده في ناس بتبيع على مدى انسانه بسيطه، الناس بتبيع على الاونلاين بضاعه مشوشه، طب ما هو في واحد في الشارع بيبيع بضاعه مشوشه برضه في نفس الطريق. فهي حياتنا المادية أصبحت لها جانب آخر أو امتداد في الحياة الافتراضية. الذكاء الاصطناعي هو بيعيد تشكيل العالم حرفيا في كل المجالات. سيادة اللواء اتكلم على المجال العسكري، الاستفاضة اتكلم على المجال المدني. الاستفاضة حقيقة إنما هو مش مجرد كمان، هو بقى محرك التكنولوجيا الأخرى. يعني عارفين يا جماعة مجموعة الدروس اللي كلها بتجري مع بعض. فالذكاء الصناعي لما يزيد بلد في اختراع في خلال 5 6 سنين ب 30 ضعف ويتم استثمار في للاسف 95 مليار دولار، وده ما بيسمع في الكوانتم كومبيوتنج او الحوسبه الكهربائيه او الكميه اللي هي نوع جديد جدا من الحوسبه بتيجي بسرعتها، بيسمع في الجيل الخامس والسادس من شبكات الاتصالات وشبكات الاتصالات اللي هي هتعتمد على بدل ما بروح اعمل عمليه حسابيه اللي هو داتا سنتر موجود على الانترنت، لا العمليات الحسابيه هتتم على مستوى التليفون بتاعي فبتبقى السرعه اسرع بكتير جدا، او على مستوى الكمبيوتر اللي قدامي، او على مستوى العربيه اللي ماشيه جنبي، او على مستوى المبنى اللي انا فيه، او على مستوى المطار، او على مستوى حاجات كتير جدا فبتديني سرعات، فده هيسرع ده. لما ازود السرعات بتاعت الكمبيوتنج باور او من خلال كوانتم كومبيوتنج او من خلال الاجيال الجديده من الانترنت، هعرف اخلي نماذج التعليم بتاع الذكاء الصناعي اسرع. طب هستخدمها في ايه؟ اروح مستخدمها في تطبيقات الهندسه الحيويه، التزاوج بين العلوم الحيويه والتكنولوجيا المعلوماتيه. عشان اعمل بيه ايه؟ عشان اطلع دواء جديد، عشان اعالج مرض زي الزهايمر، عشان اعالج امراض زي الكانسر في جميع درجاتها، علشان اقدر اخلق اللحوم معمليه. ايه ده؟ يعني كل لحمه معموله في المعمل دي لحمه وش؟ طيب. العالم مقبل على ازمه غذائيه، وازمه غذائيه كبيره جدا نتيجه ليس فقط الحرب الاوكرانيه واختلال سلاسل الامداد نتيجه زي الحرب وما قبلها، انما الزياده السكانيه الحقيقه تفوق قدره الاستيعاب الموارد الطبيعيه، اذا كانت موارد الطاقه او موارد الميه او موارد التربه عشان اطلع، فانا محتاج ان انا انمي مجموعات من المحاصيل بطريقه مختلفه، فلازم استخدم هذه النماذج، لازم استخدم الذكاء الصناعي، لازم استخدم الحسابات العملاقه، لازم استخدم تحليل البيانات، لازم استخدم علوم الحيويه، لازم اعرف اشرب ميه عشان البيئه. فالموضوع كله بيتحرك كله مع بعض. احنا كنا شفنا فرق 100 سنه بين الثوره الصناعيه الاولى والثانيه، وحوالي 50 سنه بين الثانيه والثالثه، وحوالي برضو اقل مثلا في حدود 40 سنه بين الثوره الثالثه والثوره الرابعه. النهارده ما بقاش عندنا العداد يعرف يحسب. فالامور محتاجه رؤيه مختلفه. لو احنا بنتكلم احنا فين؟ انا كان ليا تجارب شخصيه مع شركات ناشئه مصريه. طلعنا بيها مؤتمرات دوليه في شهاده مدينه الذكاء الصناعي، مؤتمرات بحجم سي اس اللي هو بيحضر 170,000 مشارك في 170 دوله، مش مؤتمر او ويب سمت اللي بيتعمل في الشيخ سيزر بتعمل في لاس فيجاس في امريكا سنه 67، وويب سمت اللي بيتعمل في الشبونه. وكسبنا من هذه الشركات المراكز الاولى في شركات ناشئه في مجال الذكاء الصناعي المصنعه على 3800 شركه. وبالتالي احنا عندنا العقول، انما العقول ليست هي فقط المنظومه. المنظومه اعقد من كده بكثير جدا. المنظومه الدوله ليها دور، المركز البحثي ليه دور،
قطاعات الاعمال الخاص للدول والناس من خلال البحث العلمي هي مسؤوليه الدول. حقيقه الامر العالم بيصرف حوالي 2.8 تريليون دولار يعني حوالي 3% من الناتج القومي العالمي على البحوث التطوير، 75% منه من القطاع الخاص. القطاع الخاص مدرك تماما ان هو ما صرفش على البحوث التطوير، هو بكره الصبح اكنه يعني ده بقول المثل اللي هو تخيل احنا عاوزين نعمل صناعه مثلا في مصر واجي موظفش فيها مفاهيم ثوره صناعيه رابعه من استخدام انترنت الاشياء واستخدام الروبوتس واستخدام تحليل البيانات والكمبيوتر فيجن وحاجات كتيره جدا عشان اقدر تبقى البرودكشن عالي واقدر استخدم روبوت ان هو يبقى ماشي على خطوط الانتاج والتجميع ويبقى عندي منظومه لوجستيات ذكيه. تخيل كل الحاجات دي اكن النهارده بطلع عربيه 128 عشان انافس بيها التسلا. وده الواقع حقيقه وهو ده اللي برضه ساعات بحس ان هو في فجوه في التفكير في هذا الموضوع. الموضوع المكون الاساسي فيه هو التكنولوجيا. والتكنولوجيا لو احنا بنتكلم ردا على الملكه اليزابيث الاولى، التكنولوجيا بتخلق وظائف جديده لجلاله الملك مش بتلغي الوظائف. فحضرتك احنا بندرب الناس على وظائف جديده. فهو ومهما حضرتك قلت يا جلاله الملكه ان انت مش بتدي ويليام لي براءه الاختراع عشان يحمي ابتكاره، هو ده لم يمنعه ان هو يعمل ابتكاره، لم يمنعه من الناس تستخدمه، ولم يمنعه ولم يمنع الثوره الصناعيه الاولى انها تنطلق. ف الدول النهارده لازم يبقى فيها صرف كبير جدا. والصرف دوت تعال نبص على الصين، الصين صرفت 24 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في 10 سنين. منهم 1.3 مليار على شركات نشر جوه امريكا. لغايه ما تنبهت امريكا لهذا الموضوع في اطار ترامب، قال لك لا الشركات اللي شغاله في الذكاء الاصطناعي مش الشركات معايا. انتوا داخلين من باب خفي علشان الموضوع دوت متاح. وان انتم جايين تستثمروا في هذا الموضوع هو من لب المشاكل بين الصين والولايات المتحده. هي اسرعت على التكنولوجيا على فكره، هي ان من الصين اعلنت كان عندهم استراتيجيه 2025 قال لك احنا هنقدم راحه في الاتصالات السريعه اللي هي جايه خمسه من الانترنت او الجهاز الطاقم، هنقدم واحد في الكمبيوترز العملاقه، هنقدم واحد في التجاره الالكترونيه بتاعت الصناعه الالكترونيه. 21 مليار في البند ده في ازمه الالكترونيات الداخليه الصين هتطلع حوالي 200 مليار دولار. فاحنا بنتكلم في لازم يبقى في فلوس تتحط لو احنا فين؟ احنا عندنا العقول انما ما عندناش ده اطراف المنظومه اللي هي تتحرك في نفس الوقت. النموذج الامريكي في هذه المنظومه النموذج فريق مش متكرر يمكن في جهات كثيره، انما هو نموذج ناجح جدا العلاقه بين الدوله والقطاع الخاص. ودايما الدوله هي بتاعت القطاع الخاص هي دايما اللي تصرف في الاول على البحث والتطوير عشان في جزء بيتكلم اكبر بكثير جدا من امكانيات الشركات الصغيره او الشركات القطاع الخاص. بس هي بتحط الحاجات دي عشان تكمل وبتبقى هي مش شايفه. والصين بدات تتطور لما بدات تفهم هذا القصه. وده اللي احنا شفناه في تجربه هواوي. هواوي بتطلع براءات اختراع حوالي 6000 براءة اختراع سنويا، دي أكبر من عدد براءات الاختراع اللي بتسجلها دولة زي انجلترا شركة برضه. فالأمور بتجري باتجاهات مختلفة جدا، لازم يبقى عندنا الرؤية الكاملة لهذا الموضوع. وإن احنا لازم نكون منظومة لامتلاك هذه التكنولوجيا. وإن احنا نمتلك هذه التكنولوجيا احنا هنكون تابعين دايما. وخصوصا بمحازين على فكره، حتى المحازين حتى في التقارير الدوليه قال لك طب انا النهارده حضرتك طبعا سياده اللي هو عارف ان في المفاهيم بتاع تجهيز الاوتونوس ويبن سيستم اللي هي الاسلحه الفتاكه زي التشغيل، حضرتك اتكلمت على هذا الموضوع. طب المحازين ده معناه ان ممكن واحد عيل ارهابي يكون هذا مكونات هذا الموضوع من المخيل في التقارير؟ ممكن، بس التكنولوجيا تقابل التكنولوجيا برضه مش عشان اعمل كده مش هدخل في هذا الاتجاه. انما واستخدام الارهابيين للتدنيك والديب، حضرتك اتكلمت على الديب فيك وعلى الديب ويب وعلى انما برضه الذكاء الاصطناعي بيعرف يتعاقب لنا الناس دي ويجيبها. وكمان احنا بنتكلم على استخدامات مصيبه البنيه التحتيه في التنبؤ
بالاعطار في وضع البرامج الرعايه الصحيه السليمه، في وضع منظومه للوجستيات المنضبطه واللوجستيات الفعاله، في وضع منظومه لتحسين المناخ، ان انا هقدر اقيس اطلع شويه درونز طول النهار بتقيس لي المناخ، بتشوف لي تلوث، اشوف حته تلوث بتبلغ بيها كنترول كوماند سنتر، بتحول لي العربيه اللي محتاجه لبعثات في هذا الموضوع. التطبيقات اللي انا قايلها بتخش في كل جانب من جوانب حياتي. الزراعه تقدر احنا بنتكلم على تحسين التربه، تحسين نمو المحاصيل، مراقبه المحاصيل، تحليل بيانات الزراعيه، تحليل بيانات المي، استخدام الى ان اصل الى تصنيع اللحوم المعمليه. وسنغافوره ادت السنه اللي فاتت اول بالتصريح، سنغافوره دوله 24، نقول ليه سنغافوره؟ دوله معقده جدا ودوله سوفيستيكيتد جدا وقواعدها صارمه جدا، فانها تدي هذا التصريح ان هو شركه تصنع لحوم معمليه من خلال التكنولوجيا الحيويه. فاحنا قدام عالم جديد لازم نفهمه. وفكره اما ان احنا نعمل زي اداره السجونه مش هيودينا في حته، ولا نعمل زي مسلم يونيون لما شافنا ان التليفون مش قادر على انه يعرف هيودينا في حته. وهذا لن يتكامل الا بوجود دوله مدركه لاهميه التكنولوجيا. واحنا يعني كان خالد دليل هيئه المقطع المحافظ الوحش عايز اعتقد السلسله المصريه شايف اهميه التكنولوجيا والمؤسسات. الرئيس بيتكلم على أهمية التكنولوجيا الحرة في محطها ضمن أمور الأمن القومي، وليس الكلام ده من فراغ يا جماعة. إن أنت أما تنتمي إلى هذا العصر وتبقى متسلح بأدواته أو تبقى خارج هذه المنظومة الدولية الجديدة، وبالتالي مش مجرد خارج التاريخ، أنت هتبقى نقطة ضعيفة جدا. مصر دائما وأبدا دولة محورية، دولة تمثل قدرة، دولة عبقرية مكانها وتاريخها، بيفرض حاجات كتيره جدا على العالم. المركب ايفر جرين لما حصل لها مشكله العالم كله وقف على كارتون صعب لمده 6 ايام. فحتى بقى بغض النظر على كم الاشعاعات اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي، على فكره فكره تزييف الوعي المصري اللي تم من 2011 الى يومنا هذا، هو على فكره بيتم فيه استخدام جيد جدا للبوتس او الروبوتس اللي بتقوم بتبان لها انها شكل من اشكال الاكونتات الحقيقيه، وتبدا تشتغل 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 ولها طريقه تحسن القصه. ودي بتستخدم في مصر وتستخدم في العالم كله. تم استخدامها في الانتخابات الامريكيه في 2016، وتم استخدامها في الانتخابات في 2020، وتمت في بدايه الحرب الاوكرانيه، وتمت في لما حصلت ازمه تسونامي في اليابان في 2011. البشر تقبلهم للتطور التكنولوجي واقل، واستيعابهم للمتغيرات التكنولوجيه بيبقى اقل من تطور التكنولوجيا. عشان كده احنا بنشوف صوره يقول لك ده كان بوتين قاعد والله ده طالع من جابه من سين ان، هو ما اتكلمش نفسه انه راح جابه من سين ان، الصوره دي موجوده ولا لا. ف التكنولوجيا بتفرض علينا مثلا جديده، مش معناه ان احنا نقف قدامها موقف متفرج، انما احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها موقف الفاعل. والفاعل هنا هو انتاج التكنولوجيا، مفيش حل اخر. وانتاج التكنولوجيا ليست مسؤوليه الدوله لوحدها، الدوله ليها دور، والقطاع الخاص هو ليه الدور الاعظم، والمراكز البحثيه والجامعات ليها الدور الكبير جدا اللي لازم يتكامل مع هذا الدور مع شباب رواد الاعمال. ان هم دول الشباب الصغيرين هم في يوم من الايام يقدروا يطلعوا شركه زي امازون، شركه زي كان الكلام ده في مصر. ايه الاماره؟ ايه الاماره؟ احنا عندنا النهارده شركه موجوده في بورصه مصر، عندنا شركه موجوده في بورصه لندن من شباب رواد اعمال، عندنا شركه رواد اعمال فوربس لسه اتكلم عليهم الاسبوع اللي فات، في 12 شهر جابوا 340 مليون دولار استثمارات. شركه واحده، كل شباب شغالين في التكنولوجيا النقديه او الفينتك. ده امور تغيرت بشكل مصر تماما، تغير لنا خريطه الاستثمار، تغير لنا خريطه التصنيع. انما اجابتها احنا فين؟ احنا ابتدينا انما هي رحله ثابته. ورحله لازم نيجي فيها ان العالم كله بيه، ان اللي عنده 24 تريليون دولار ناتج قومي
واللي عنده 17 من الناحيه الثانيه كاسرين نادي قوي مش يسيبوا حد. ده هو ده نزاع على من يقود العالم ومن يقود العالم زي ما قلت في النهار. هو من ينتج التكنولوجيا دي ابتدت مش النهارده، ابتدت في العصر الحجري والله. التكنولوجيا ابتدت من العصر الحجري واحنا الحضاره المصريه العظيمه كحضاره تكنولوجيه بنت على تكنولوجيا الري وتكنولوجيا الزراعه وتكنولوجيا وعلوم الفلك وعلوم البناء. فهي الامور لا تقصر، واي دوله عاوزه تكون على سلم التنافسيه هي الدوله التي تنتج التكنولوجيا وتدير التكنولوجيا. الاوجيه بسيطه جدا. وانما عندي حلين في التكنولوجيا ده، ان انا زي ما حضرتك تفضلت ان انا استورد الذكاء الصناعي، انا هجيب شركات موجوده وخلاص يبقى القيمه بتاعتي هو طبقها وان انا زرع. انما انتجت هذه التكنولوجيا هي دي منتصف على الفرقه دي بتحط الدوله على سلم التنافسيه او انها بتخليها في اخر السلم. فهي الامور هي مسؤوليه مجتمعيه، مسؤوليه من اول الاسره، من اول الجامع، من الكنيسه، من الجامعه، من المدرسه. احنا عصر كليه ايه؟ انت لازم تطلع مهندس، لازم تطلع ظابط، لازم تطلع طبيب، انت لازم تذاكر علشان هتذاكر حاجات تطلع مجموع في حلم المجموع بالحاجات اللي انت ذاكرتها ده صفر قيمه. وعشان كده بدات النهارده في المنظومه التعليميه في مصر بقى في حاجه اسمها الكليات التطبيقيه التكنولوجيه. انت عاوز تروح معاك حاجه، عاوز تروح تدرس سنتين تاخد دبلوم ترجع سوق عمل، عاوز ترجع تاني تاخد سنتين تانيين هتبقى معاك بكالوريوس، خلصت البكالوريوس رحت سوق العمل ورجعت تاني عاوز تزود حاجه خد ماجستير، رحت سوق العمل ورجعت خد دكتوراه. فالعالم بيختلف واحنا لازم احنا كمان نكون جزء من هذا التغيير، ان التغيير التكنولوجيا بتفرضه دائما وقت اهم ان احنا نفضل متفرجين ونضع المنظرات او ان احنا نكون فاعلين جزء من المنظومه التكنولوجيه العالميه. وده لن يتاتى الا بفتح الباب امام الابتكار وامام مزيد من الاموال في البحث العلمي. البحث العلمي ليس رفاهيه، الارقام اللي بنحطها في البحث العلمي ارقام ضعيفه جدا. القطاع الخاص الجديد هو الجديد ده بالشباب اللي طالع، بالشركات اللي بدات توصل الى ناسداك والى لندن ستوك، بالشباب اللي طالع زي اللي خد 340 مليون دولار استثمار، وليس القطاع الخاص اللي احنا دايما شايفينه في الشكل المتكرر، ان ده قطاع خاص وحقيقه النهضه لم يستثمر ولم يتطور وهو مصيره الخروج من النفس. يعني هو هم حابين نفسهم عندهم رجال اعمال وبيكسبوا عندهم، هو القطاع الخاص وظيفته انه يكسب طبعا ده هدفه، انما هو قطاع خاص هو حاكم على نفسه بالاعداد ان هو ما بيصرفش جنيه واحد في البورصه، هو متخيل ان هو هيعرف ينافس العربيه ال 128 العربيه التسلا يقول لك اصل انا هتصنعها، وهذا لن يحدث وما حصلش ولن يحدث. فاحنا كل واحد ليه دور، كل واحد لازم يبقى ليه الوعي ان احنا كلنا نتكلم الناس من خلال المنابر زي مجلس الثقافه، من خلال الاعلام، من خلال المجالس الاحتياجيه، من خلال الحكومه، من خلال تواجدنا في الجامعات اذا كنا بنحاضر او اولادنا اللي موجودين. لازم نغير هذه الفكره، الافكار القديمه هي افكار هتخلينا زي كوين اليزابيث فيرست كده يعني غير الله فرقها، اللي هي رفضت ان هي تدي ويليام دي براءة الاختراع. انا اسف انا بقول لكم. انا كان نفسي اخرج من التشاؤم، لكن ده مساله طبيعيه لانه فعلا احنا بنقول احنا فيه. فدي مساله في منتهى الخطوره. لازم نسالها. هي بس دي الفكره اللي انا يعني ايه يمكن لما عملوا الشات جي بي تي وقعد عمل معاها مع الروبوت ساعتين وبيسالها اسئله معينه. الحقيقه انا عايز اركز هنا على دور الاعلام، الى اي مدى الاعلام عنده درجه من الوعي انه يستطيع ان هو يبث نوع من
الوعي الحقيقي وليس المزايا. بص حضرتك مسألة في منتهى الخطورة. أنا هرد على ده أقول بصفة إن أنا مضيف بقى على الإعلام في حاجات كتيرة في القنوات الرئاسية. لا إحنا بندخل نتكلم كتير في المواضيع دي وحال على القنوات الرئيسية اللي هي كمان ذات نسبة المشاهدة العالية بندخل نتكلم بس هو هي الناس بتتحول لحاجة عامة. أنا يعني واثق منها بشكل أساسي بس مش هي دي القضية اللي أنا عايز يعني اعمل حشد للفكر بشكل عام ان هذا الفكر يستطيع ان يتغير. عندنا تناقضات رهيبه جدا في المجتمع اللي بنعيش فيه وده مساله يجب انها تبقى محطوطه في الاعتبار مش بس ان هو منه ان انا اجيب خبراء معينين ويعرفوا في الاعلام هي المساله بس على حكايه الجي بي تي انه الراجل اللي قاعد مع يسال على اسئله معينه ساعتين للروبوت اللي هم عاملينه كم المعلومات الضخمه اللي هو غزه بيها النموذج هذا النموذج ادي نقطه. النقطه الثانيه لما اجي بقى اقارن والاقي ايه ده احنا عمالين نتكلم على جي بي تي اللي هي بقى لها ثلاث اسابيع عمالين شغالين عليها بشكل معين يا ده احنا عندنا جي بي تي وعملنا في سينا يعني أدي بس النموذجين جي بي تي في سينا ثلاث أسئلة وأسئلة يعني بصراحة السؤال الأخير الثالث ده إيه رأيك في سينا؟ وإيه رأيك في السيد يبص لسينا شوف لها إيه؟ إيه رأيك في سينا؟ قال إيه بقى؟ صحراء. ده بقى يعني اللي يخلي الناس إيه؟ هل الناس تقتنع بمثل هذا المنتج من الاعلام اللي هو يقدر يعمل يعني تشينج للعقليه الكتب بعملها في امريكا تنزل كيف يمكن ان نغير عقليه البلدين في العالم؟ يعني ست كتب السنه اللي فاتت نزلت بهذا الشكل ده من الذكاء الصناعي من الذكاء الاصطناعي ان هو كيف يمكن ان نغير عقليه البشر؟ هو المعلومات اللي عنده اللي واخدها، هو المعلومات اللي بيغذى بيها فهو اللي جاوب بيها. صح. انا بتكلم على اللي قعد معاه ساعتين وما تقعد ساعتين تسمع كان بيقول له ايه بيساله على ايه؟ اذا اعرف ان كم المعلومات الضخمه اللي هي البيانات الضخمه عشان استخدم هذه المساله. فبالتالي انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في جاب كبير جدا جدا في هذه المساله. زي ما حضرتك بتقول زي ما سعاده اللي هو الطيار اتكلم احنا عندنا تحديات رهيبه جدا. تحديات مرتبطه مش بس بالامن القومي العسكري لا بالامن القومي الشامل اللي هو الامن الانساني. الناس هنا قاعده بتدور على لقمه العيش لكن الذكاء الاصطناعي ما بيعملهاش حاجه. اسرائيل من السنه اللي فاتت كانت مطلعه عامله برنامج ظريف جدا ازاي الاطباق الصناعيه بتلف وبتقول بتعمل السمنت قد ايه او بتحط في الارض عشان يطلع اربع يعني قصدي ايه المساله النظريه الجديده اللي بتتكلم على التسارع الزمني بتاعت سيجموند روزا بيتكلم على ده احنا ده كل ثانيه في تطوير للذكاء الاصطناعي بشكل يسمح برفاهيه البشر بغض النظر بقى مش بس العسكري لا رفاهيه البشر من النواحي اللي بيطلع في صراعه قد ايه ده الارض اللي كانت بتعمل بتطلع سلعه واحده او منتج واحد لا بتطلع اربعه في نفس الوقت او لتر الميه او لتر الميه اللي في الفدان بيتكلم 100 فدان السمات قد ايه اللي هو اللي يطلع ايه يعني اقصد ايه؟ انا طبعا مش عايز اتكلم لان طبعا عارف انه اللجنه مستنيه تناقش موضوعات لكن طبعا احنا سعداء جدا بال نوصل المايك قبل اسعادتكم تحت لو نقدر نوصل المايك تحت لو الناس قاعده شغاله اه طيب انا حابب اتفائل لازم اتفائل اللجنه طبعا لازم اتفائل انا بس يعني مجلس الثقافه مصدر التفاؤل بس التحديات خطيره جدا ويجب ان احنا نكون على وعي بكيف يمكن حل هذه التحديات.
لو مواجهه هذه التحديات بشكل طبيعي. دكتور حسين طلب الكلمه الاول. كل واحد دكتور حسين استاذ المنطق بحسبه الحكومه طيب عيش اثنين ثلاثة المعدل الشديد الشكر الجزيل لهذه الندوة القيمة اللي قدمها لنا الأستاذ طيار لواء هشام الحمدي والمهندس محمد عزام ورئاسة اللجنة الأستاذ الدكتور صديق الحميد الأستاذ الدكتور مجدي الجزيل. الحقيقة احنا استمتعنا بما قدم ولكن يعني انا عايز اقول انه بوضوح شديد انه الاستثمار في البحث العلمي هو افضل استثمار. وانا يعني احيي الساده المتحدثين لكن يعني كان في ظني انه يبقى في وضوح ان احنا محتاجين نستثمر دولة شابة زي مصر محتاجين نستثمر بوضوح وافضل مما هو موجود الان في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجال الذكاء الاصطناعي. لكن لما المتحدث يتكلم على انه كل حاجه زي الفل وكله بمبي 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 لا كده مش هنتقدم. لكن احنا المفترض نضع يدنا على الجرح ونقول لا احنا دولة شابة والشباب اللي عندنا لما نوفر له كدولة مجالات استثمار ومجالات يعني رقي في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات ده هيؤدي بعائد كبير. لا لن نجد نفسنا لن نجد انفسنا نعيش في ازمه اقتصاديه لان عندنا طاقات شباب عظيمه ممكن جدا في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وخد بالك كافي. في سؤال بقى لسياده اللواء فيما يتعلق بالصراع او الحرب بين روسيا واوكرانيا. هي سؤال بقى لسيادتك يا سياده اللواء بحكم الخلفيه العسكريه اللي عند حضرتك، هل هي حرب فعلا بين روسيا واوكرانيا وعلى ضوء الذكاء الاصطناعي ام هي حرب بين روسيا وامريكا؟ وفي هذه الحاله ايه مدى احتماليه ان هذا الصراع يتطور الى حرب نوويه؟ لان زي ما هو معروف وزي ما اوضح سياده اللواء انه امريكا متفوقه من خلال الذكاء الاصطناعي. لو حصل انتصار لروسيا اللي هي دوله نوويه مش وارد ان تستخدم سلاح نووي تكتيكي بمعنى انه يصيب منطقه بعينها، وفي هذه الحاله هل روسيا هل امريكا ستقف مكتوفه الايدي؟ ده سؤال لسياده اللواء. بالنسبة للمهندس المحترم أحمد عزام، هو نوع يعني أنا يعني بلوم عليه واسمح لي أقول كده، نوع من الدعاية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، لكن كان من الأولى بوجهة نظري إنه يوضح لنا إحنا وقعنا فين على خريطة العالم من حيث الذكاء الاصطناعي واستخدامه وتكنولوجيا المعلومات. لانه يعني تكنولوجيا المعلومات هي يعني مش بس نوع من التقدم والازدهار، لا في جانب سلبي ولازم نشير لهذا الجانب السلبي. الخصوصيه الفرديه المنتهكه بكل ما يتقدم او كلما تقدم التكنولوجيا المعلومات. انا بشكركم واعتذر لكم طبعا. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. شكرا جزيلا مرصا، شكرا
اللي هو الاستاذ الدكتور هشام حلبي باشمهندس محمد، وافقك طبعا تماما على ان الذكاء الاصطناعي دخل كل جوانب الحياه واثر في كل العلوم. طبعا هذا طبيعي، بس لا داعي للتشاؤم، لان هذا هو قدر كل تكنولوجيا، لها جوانب حسنه ولها جوانب سيئه، ولا سبيل لنا لا نستطيع ان نتجاهلها زي ما قال باشمهندس محمد. ما فيش حاجه اسمها ان احنا نحطها على جنب، لا سبيل سوى تعظيم الاستفاده منها وتجنب المخاطر. باشمهندس عفوا سياده اللواء، اسمح لي يعني اطمع في علم حضرتك الدقيق بعض اسئله كده سريعه. وحضرتك كلمتنا ما كلمتناش عن الذكاء الصناعي والامن القومي، وحضرتك كلمتنا عن التهود العسكري للذكاء الصناعي في حمايه الامن القومي، ان قد ان الامن القومي ما هوش زي ما حضرتك فكرت في المحتوى، ما هوش فقط مجال العسكري، ده مهاجمه القطاع المدني تهز الامن القومي يمكن اكثر من مهاجمه الاشاعات ممكن تهز الامن القومي، ضوابط التفكك الاجتماعي تهز الامن القومي. فكيف يمكن ان احنا نستخدم مثلا الذكاء الصناعي ايضا في مثل هذا الجانب حتى يكتمل الدفاع عن الامن القومي. النقطه الثانيه برضه كنت حابب حضرتك قلت ان من فوائده انه تجميع البيانات وتحليلها عن العدائيات، ده شيء رائع جدا، بس كنت احب حضرتك برضه تقول لي طب على الجانب الاخر كيف يمكن تجنب تجميع العدو للبيانات الخاصه بينا؟ ما هو انا ايه الفائده بتاعته؟ طب اتجنب المقابل ليها ازاي؟ الحاجه الثانيه طبعا الذكاء الصناعي وصل الى ان امكانياته وقدراته الادراكيه اقوى من الانسان، انتهينا من الكلام ده، ولكن في الاخر المساله مساله تحليل البيانات، برضه عايزين نعرف تحب برضه تكلمنا الى اي مدى نضمن دقه وكفايه البيانات عشان يديني نتائج سليمه. في حته انا ما فهمتهاش يا ريت حضرتك توضحها لي، الانفاق الامريكي 301 مليون والانفاق العسكري يعني الروسي 65، فرد الرئيس الروسي قال انا هعوضها بالذكاء الصناعي، انا مش فاهم هو طب لما يعوضها بالذكاء الصناعي ده مش محتاج انفاق، ده هو محتاج فلوس فقط. ف يعني انا مش فاهم الحته دي. اخر نقطه سباق التسلح يتجه لخارج السيطره، هذا صحيح، وانا قلت ان من ضمن المخاوف ان يتساب قرار الضرب للاجهزه. يعني انا لا اتصور ان هذا ممكن يحصل، ولا اي قائد عسكري ذكي ممكن يسمح بهذا لسببين. السبب الاولاني احتمال الخطا فينقلب السحر على الساحر. السبب الثاني حضرتك عارف الكلام ده اكثر مننا بتخصصك، القرار السياسي هو معيار النجاح في الحرب وليس القرار العسكري. فالذكاء الصناعي مش هياخد قرار سياسي. باشمهندس محمد، المسألة ليست في امتلاك التكنولوجيا كما تفضلت، أن أعطي شعبا الجسم الأمية اللي أنت عارف فيه تكنولوجيا هيضر نفسه أكثر من يفيده. الفايدة أو الصواب إن كان الرئيس زعلان إحنا لا نشارك في الثورة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، طريقة المشاركة في الرابعة مش إن إحنا نمتلك أو نستوطن التكنولوجيا، ولكن إن إحنا نستثمر في جودة التعليم. قاعدة تعليمية تؤدي إلى إنتاج علم وإلى مشاركة في العلم، وأشكركم وأعتذر على الإطالة. ولكني شعرت بما شعر به الدكتور احمد بتشاؤم رهيب جدا، وهذا السؤال الذي تبادر الى ذهني وهو اين نحن؟ اين نحن بفجوه كبيره جدا جدا بيننا وبين هذا العالم المنتج الفعال؟ نحن مستهلكين بصفه عامه. وفي المحاضره كان هناك تأكيد على ضرورة الفهم، أن نفهم، مجرد الفهم، أن نفهم فقط، ليس الفهم فقط، نحن نحتاج أن نطرح السؤال من المسؤول عن هذه الفجوة ونحل المشكلة؟ كيف نحل مشكلة مجتمعنا؟
الحل يبدا من القاعده الاساسيه، فانا محتاجه في هذا الوقت ان ابدا من تعليم الاطفال، اعلمهم ده للمستقبل. يعني لو سالتني المقررات التعليميه، النظام التعليمي، المؤسسات، مؤسسات الدوله، مؤسسات القطاع الخاص، الاعلام، كل ده مسؤول، مسؤول تماما، ولكن ليست مسؤوليه نظريه ان نتحدث. زمان قالها الدكتور زكي نبيل محمود، ان ننتقل من الكلام والنشا الى التكنولوجيا. نحن نضع الخطط الاستراتيجيه للتغيير، لابد ان نمتلك فلسفه التغيير. لم يبدي معنى قفز المراحل. هل نقفز؟ كيف نصل الى هذه المراحل المتغيره المتسارعه التي يصل اليها الذكاء الصناعي؟ ونحن هل في مؤسسه، انا كنت فعلا محتاجه ان احنا نعرف اين نحن من هذا؟ احنا وصلنا في الذكاء الصناعي فين؟ على مستوى التعليم، على مستوى الصناعه، على مستوى الاجتماع، على مستوى الاعلام، احنا فين؟ شكرا جزيلا. الذكاء الاصطناعي. ثانيا النشر وتدريب الافراد عليه، وقبل التدريب لازم يبقى في منظومه كامله للوعي، يعني لازم كل واحد في كل مؤسسه يبقى عارف ان هو لازم يكون مشارك في الذكاء الاصطناعي، لاننا مش هنقدر ننكر ان الجهاز الالي في كثير من الاميه في مجال التكنولوجيا، وانهم ما عندهمش استعداد يغيروا انفسهم لو هم وصلوا لسن معين، ممكن يكونوا الشباب اكثر قابليه لتعلم التكنولوجيا. فلازم دايما المشروعات الكبرى والتحولات الكبرى في المجتمع بتتطلب ان تتضافر كل الجهود امام تحدي معين، ان يكون هناك تحدي كبير. انتهت الحروب وانتهت اسطوره العدو وانتهت فكره ان نوجه كل طاقتنا لجرائم عدو معين، هذه المرحله قد مضت، وانما ان يكون لدينا توجه كامل لشعب كامل اننا سوف نقتني الذكاء الاصطناعي ونتعلمه ونمارسه من خلال كل حياتنا العمليه والاجتماعيه والمدنيه. هو ده التحدي الاكبر اللي المفروض اننا نشتغل عليه. وبعدين التوعيه الحقيقه مش بان انا اعمل مؤتمر كبير، لان الحقيقه خبرت اكثر من مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي، مش اني اعمل مؤتمر كبير او ندوه صغيره، انا الاهم عندي طبعا المؤتمر نتائجه قد تفيد والتاكيد هتفيد، انما انا بتكلم على الوعي، دور هذا المؤتمر الوعي او هذه الندوه في الوعي هو ده مش هيحقق، احنا لازم الخبراء ينتقلوا للمؤسسات، يبقى في شحن معنوي ومعرفي بأهمية التطور، لأن هناك حالة من الهدوء وعدم رغبة في التغيير، فلا بد أن نبدأ بذلك، ثم أن نتساءل ماذا نريد أن نعلم؟ إحنا عايزين نعلمهم إيه؟ هو لازم نقول هنعلمهم إيه؟ وهنعلمهم إزاي؟ دول سؤالين لازم يعني أرجو إن إحنا نبدأ بالفعل إننا نفكر فيهم بشكل كبير. كون إن بنتكون بنتفق مع بكرة دي، يعني أنا عايز أقول إن دي نقامة كبرى، لأن بعد كده إذا البنتاغون ده معاه معلومات ومعاه صور ومعاه أخبار وقادر على تشكيل المعلومة وقادر على تشكيل الخبر وقادر على امتلاك الصور التي قد تستخدم في أغراض غير مفهومة وغير معروفة، ده بيخلينا عشان بس ما نحسش بالعجز. المشكلة مش في مصر، هو العالم كله هيشتكي من ده، العالم كله بيشتكي من الغزو الاعلامي والسوشيال ميديا، فما بالك بالجديد في الذكاء الاصطناعي. فهي مشكله العالم كله، ولكن ينبغي ان نتحرك ونتحرك الان، وبصول التحدي وبطوله موسعه لنشر الوعي
وانا بشكر الندوه انها وقفتنا على نقطة، يعني هي خلتنا كلنا نحس بالخطوره، احنا كلنا بندور على الاسعار اللي غلت ولا ما غلتش والمواطن عايش ازاي والدنيا، لا ده في هناك تحديات كبرى جايه من بره، لازم ناخد بالنا ونبدا نتفاعل مع تخصصنا. شكرا دكتور. لكن النشط بتاعك السرعه لازم لكن عندكم ما شاء الله عشان المتميزه لكن عندكم حياه دايما متميزه يعني. مساء الخير على حضراتكم جميعا، وطبعا بشكر المنصه الكريمه على هذه الندوه المتميزه، وبشكر سعاده اللي هو والطيار هشام الحلبي والمهندس محمد، وبشكر قائد المنصه الاستاذ الدكتور احمد عبد الله. الحقيقه طبعا يعني اثارت تساؤلات عديده، ومنها الاثار سعاده اللواء في انواع كثيره من الذكاء الاصطناعي متخصص وعام وجماعي وخارق، كل هذه الانواع بسأله هل استطاعت هذه الانواع اللي ذكرها فيها انها يعني نستخدم الذكاء الاصطناعي ده استخدام طيب واستخدام حسن يؤدي الى يعني نفع البشريه ولا يؤدي الى تدبيرها؟ وهدي امثله على كده، يعني هل ممكن ان انا النهارده استخدم الذكاء الاصطناعي ده ان انا اعرف اتنبأ بالزلازل قبل حدوثها مثلا؟ ان انا لما الزلازل دي تحصل اعرف ازاي اعالج المشكله؟ هل انا اقدر استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين البيئه في الطاقه النظيفه والى اخره؟ احنا النهارده بنعمل مؤتمرات كثيره جدا على الحجر الاخضر والوقود الاخضر والهيدروجين الاخضر والى اخره، النهارده لو احنا نقدر بس مش نستخدم الذكاء الاصطناعي في الحروب والتدمير والتجسس والى اخره، لا نستخدمه في الحاجات النافعه دي، هل ده ممكن؟ ده سؤال. السؤال الثاني اللي عجبني جدا من الدكتور احمد، اين نحن من هذا التقدم التكنولوجي المتسارع؟ وان احنا في عصر الثوره الصناعيه الرابعه ونحن لسه بنحن مش هنقول بنخطو كمان، احنا بنحبو في التكنولوجيا وفي ناس كتير ضد التكنولوجيا لحد دلوقتي، وانا يعني اعرف في مجال الفلسفه عندنا فيلسوف اسمه هربرت ماركيوز بيقول ان التكنولوجيا اساس الاستبداد والقمع للانسان، يعني فاذا زادت التكنولوجيا لها فايده هي لها ايضا اضرار ومخاطر. طب انا بسال بقول متى تكون التكنولوجيا من اجل خدمه الانسانيه وليس من اجل تدميرها واختراق الانسان؟ يعني عالم اللي هو بنقول عليه ما بعد الانسانيه ده، هل الذكاء الصناعي في هذا العالم هيكون بديل الانسان؟ هل هيحقق؟ هي خلق القلق النفسي، يعني احنا النهارده واحنا في عالم الزلازل الارضيه يوجد مقابل الزلازل الارضيه زلازل نفسيه وانسانيه، الانسان المعاصر عايش في قلق، عايش في خوف، عايش في يعني عالم مجتمع لا قيمه، كل ده احنا مش عارفين هل الذكاء الاصطناعي يقدر يحل لنا ده؟ انا اتمنى ذلك واشكر. معلش اخر حاجه بس عندي بس قبل حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد. انا بصراحه كنت النهارده اجازه بس العنوان شديد جدا، العنوان قوي جدا، وانا استفدت جدا النهارده من الندوه القريبه دي، وعايز ادي لحضراتكم كده طاقه امل شويه. طبعا احنا صعب ان احنا نعرف كل حاجه بتحصل، ولكن انا هدي امثال سريع كده برضه وهسال سؤالي في الاخر. فيما يخص مثلا قطاع الصحه، احنا ايام كورونا يا فندم كان في تطبيق نازل من وزاره الصحه اسمه صحه مصر. التطبيق ده يا فندم كان عمل شغل رائع جدا فيما يخص الحالات. طبعا في المجال التعليمي يا فندم كان في تابلت برضه دخلوا اولادنا والبقاء السوري، ده يعتبر برضه ذكاء اصطناعي. فيما يخص مجال يا فندم اللي حصل في وزاره العدل والرقمنه، مثلا على سبيل المثال يا فندم دلوقتي مفيش خالص في النيابات الموضوع اتختلف، بقى في كل دلوقتي جوجل ارغب في عمل توكيل يا فندم، انا دلوقتي العميل بتاعي ممكن ينزل التطبيق من على جوجل بلاي ويقدر يعمل توكيل.
بيجيبوني مكتب. فيما يخص البرامج المتخصصه انا شايف ان الدراما والاعلام عاملين شغل هايل جدا في الموضوع ده. في برنامج كامل بيجي على قناه سي بي سي اسمه شرق خان، اكيد حضراتكم طبعا سمعتوا عنه. عايز اقول لسيادتك كميه مراقبات اختراع يا فندم وكميه افكار طالعه من شباب صغير حاجه تفرق. يعني انا كنت ما كنتش متخيل ان في حاجه زي كده بتحصل. اكيد سيادتك طبعا بتشوف الكلام ده. فيما يخص بقى يا فندم سؤالي سيادة اللي هو ذكر الموضوع بتاع استعراف النجوم وما شابه فيما يخص الامور الجنائيه، هل يا فندم انا متهيألي احنا برضه على الطريق يا فندم في هذا الامر، ووزاره الداخليه ابتدت تشتغل في هذا الامر. طبعا كان ايام المشاكل اللي بتحصل في الجرائم الاداريه كنا بنجيب بشكل دقيق الاماكن والكلام ده كله. فيما يخص المجال الجنائي فن استعراف الوجوه تحديدا والدليل الرقمي الليبه في تعلم الطب الشرعي يا فندم، لو سيادتك عندك يعني معلومه تبدا. شكرا جزيلا. مساء الخير عليكم عز القدر، مساء الخير معاكم. لو عندك على كتاب المسلسل او الدكاتره الموجودين، ولكن عندي بعض الاسئله. سؤالي الاول، لماذا دائما ما تكون الدول الشريره هي المتقدمه تكنولوجيا؟ الدول الشريره. سؤال ثاني، هل الموروث الثقافي عائق دائما امام التقدم التكنولوجي؟ واذكر هنا الايديولوجيات، لان ما زال لازم نعترف بان كثير من الشعب المصري ما زال يقع تحت قابلية الفكر المتخلف المتراجع، هو دائما ما يكون عائق امام التطور التكنولوجي. واقصد هنا الايديولوجيات. السؤال الثالث، ليه نصيب مصر ما زال من مساوئ التكنولوجيا اكثر بكثير من نفعها؟ هل ده مرتبط بايه؟ عادات، تقاليد، ثقافه، سلوك شعب؟ ليه دائما نصيبنا احنا من المساوئ اكثر بكثير من نفعها؟ وما ننساش في الاخر المحيي قواتنا المسلحه والرئيس السيسي عندنا قال ان الجيش حارب الجهل والتخلف. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اخر واحد دي زودت عندنا النهارده المحاضره دي زودت عندنا الذكاء. بس الذكاء البشري بس بشر مش صناعي. اشكر استاذ كرام سيده اللواء هشام دكتور حسين باشمهندس عسام المهندس مصعب درويش في هيئه المواد النوويه حصل على ماجستير وحضر دكتوراه. الذكاء الاصطناعي يعني هو في بصيص امل وبصيص كبير كمان يا فندم. حضرتك يعني بتقول حضرتك عندك تشاغل، هو موجود بس عايز العمل، عايز نبدا من انفسنا. يعني كل واحد لازم يبدا من نفسه، مش استنى السيد الرئيس يقول لي خد اتعلم، مش استنى السيد الوزير يقول لي خد اتعلم. انا اعلم ابني، ابدا من نفسي. أنا أتعلم أبدأ من نفسي. سيادة الرئيس بدأ المنظومة في الضبعة ومن فعل ميزة الضبعة كانت فكرة من زمان من أيام عصر رئيس السادات ورئيس مبارك. كانت فكرة يتنفذها الرئيس السادات، هي إحنا ننفذ، المفروض إحنا ننفذ من نفسنا. أنا أبدأ على المستوى الشخصي، مستوى يعني ربنا عز وجل يقول لي فانظر عشراتك تقربوه. أنا أعلم اللي حواليا، مش النظير اللي انا اعلمهم دي بس، التكنولوجيا بتاعتي اعلمها، ادي لاولادي البصيص الامل واديهم الطريق، ادي اقراري لاصدقائي وهكذا. سؤال لسيادة اللواء، هل في الذكاء الاصطناعي فندم وصل في تدريب الدول او وقف حصولهم على معلومات مدنيه او عسكريه لاخمادهم او لترقيعهم كما يقول دول الغرب زي امريكا والاتحاد الاوروبي؟ وشكرا جزيلا لحضرتك. طبعا الاسئله زي ما بقول لك والله العظيم عندنا نهم من الذكاء البشري مش الصناعي بس، الا ان هو الذكاء الصناعي مش الصناعي هو نتاج للمعلومات المخزنه من الذكاء البشري. ده دي مساله اساسيه.
لكن طبعا انا بس عايز على حاجه انه انا مش متشائم من معنى التشاؤم، لان هو فعلا الذكاء الاصطناعي لما طلع كان في فريقين، فريق متشائم وفريق متفائل بشكل كبير. هو خوفي على فعلا الجاب اللي موجوده بين المجتمعات المتقدمه بشكل سريع، كل ثانيه مش كل نص ثانيه ربع ثانيه، يعني في تراكم للمعرفه بشكل اساسي، في تراكم للمعلومات، والذكاء الاصطناعي قايم على فكره الاتصالات والمعلومات، يعني هي دي المحور بتاع هذا الذكاء الاصطناعي اللي انا يعني هخزن بيه الكمبيوترز والحوسبه عشان اقدر ان انا من خلاله استخدم هذه المساله. التشاؤم هنا انه زي بالظبط ما حصل على مستوى العالم في تطور الذكاء الاصطناعي، انه جت فتره معينه انه هل البنيه التحتيه جاهزه للذكاء الاصطناعي عندنا في المجتمع المصري؟ اذا دي لازم ناخد بالنا منها، لانه احنا لما جينا كورونا وحصلت كورونا عملنا في الاونلاين في الجامعات كانت مساله فوضويه. يعني لازم نبقى مدركين لهذه المساله، هي في العيب فعلا ان احنا ممكن نبقى مدركين انها فوضويه لكن ماشيين لانه الموضه او الترند اللي موجود ده انه يبقى فيه هذه المساله. عملوا اشكال في الامتحانات اللي هو ايه؟ يحط 100 سؤال وبعدين الاسئله تتحط بشكل معين. البابل شيت. المسألة هل في العلوم الإنسانية مثلا اللي هي علوم أساسية ومهمة جدا زي ما احنا سمعنا في الذكاء الاصطناعي، مش مسألة علم فقط، علم مش ساينس فقط، والعلوم الإنسانية مسألة أساسية، لأنه السؤال اللي اتسأل التراث الثقافي بيلعب دور خطير جدا في هذه المسألة، لأنه ممكن أو يؤدي إلى التقدم أو يؤدي إلى التخلف أو إنهاء البرنامج اللي هو ممكن على مستوى عالي جدا. المسألة دي مسألة أساسية. التشاؤم هنا مش تشاؤم بمعنى إن أنا يعني بقول لا ده ما فيش وهنقعد ولا الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نعمله. بالعكس، إحنا دفعة أساسية كيف يمكن أن نصل إلى مرحلة نستطيع فعلا إن إحنا ننتج هذه البرامج وليس ان احنا نستهلك هذه البرامج. دي النقطه. طبعا انا مش عايز اتكلم لان طبعا عندنا الخبراء الاساسيين اللي اتعلمنا منهم النهارده بشكل اساسي، فهترك للمنصه ان يتكلموا في هذا او ردود على شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر تقريبا برضه اسئله محترمه وقويه وفيها قدر من العمق، يعني ودي نقطه قوه يعني. وعلى فكره دي طبيعه انا درست بره كتير، العقليه المصريه عقليه كويسه محترمه مش مجامله يعني. نيجي للنقطه الاولانيه، احنا فين الذكاء الاصطناعي واحنا فين من العالم كله؟ في جمل بسيطه واضحه، ثوره 30/6 انقذت مصر في مجالات كتير. واحد مجالات الانقاذ فيما يخص الذكاء الاصطناعي ان حصل فكره مهمه جدا وهي مدن الجيل الرابع. مدن الجيل الرابع ببساطه شديده هي مدن تكنولوجيه متكامله فيها تطبيقات ذكاء اصطناعي في برامج الحكومه واداره نظام الحكومه بالكامل بالمنظر ده. ودي نقطه مهمه جدا، ولو احنا كنا اتاخرنا عن كده كان خلاص احنا بره الموضوع. فكون ان يتم عمل مخطط عمل 16 مدينه من مدن الجيل الرابع مصر وبدانا باثنين اللي هم العاصمه الاداريه والعالمين، دي كلها معموله وعلى فكره معموله بالدين المصريه ودخل فيها الوقت مساحه في التطبيقات وخبراته، عشان تبقى لو النموذجين دول لما هينتهوا والحكومه تروح هناك ده خبره عمليه بالدين المصريه هتعمل مدن اخرى بوسط الدين المصريه وكلها تطبيقات ذكاء اصطناعي كلها. ان راح تتحسن اداء الحكومه تحسن عالي جدا، وايضا هيبقى عندنا خبرات في تطبيقات اخرى. ولو عايز حضرتك تدخل موضوع تكنولوجيا جوه الدوله ادخله في حتتين، في الحكومه واداره الحكم والتعليم. فهم الحقيقه الحكومه دخلت في الموضوع، وفي ما
معارضه من بعض الناس على العاصمه الاداريه والمدن الكبرى عشان دول ورا بعض. في مجتمع ناس فيه وطنيين وكل حاجه ولا ليه؟ وكان لازمتها ايه؟ والحكومه شغاله. ارجع تاني، عدم فهم التهديد او عدم فهم الموضوع ده بيعمل مشكله داخل من استحاله ان انا اوصل لتطبيقات الذكاء الصناعي من وزاره التعليم هتبقى داخله هناك. هي وزاره التنميه هيبقى تجميع القرارات العقليه اللي ورا دي ما هي بتاخد قرارات ازاي؟ تطبيقات الذكاء الصناعي. فاذا الحكومه ما دخلتش المنطقه ده خلاص بره الموضوع. فداخله بايدين مصريه، وده اللي مخلي الموضوع ماشي. يمكن كان ممكن يمشي اصلا راجل تطبيقات من بره حاجات جاهزه، يعمل عاصمه اداريه اه تتعمل، لكن كل التطبيقات بتبقى تطبيقات جايه جاهزه من بره. لكن كل السيرفرات والتطبيقات بتعملها وداخل فيها قوه بطن بسبب ساعه العمل ده خلينا التعليم داخل. بس خلي بالك حضرتك من نقطه، التعليم في الكليه دلوقتي كليات ذكاء اصطناعي، في كليات قدام التكنولوجي، والجامعات اللي داخله دلوقتي بتعمل يقول لك لازم تعمل شراكه مع جامعات اجنبيه. بس خلينا هما اللي بره ده بادئ من الخمسينات ولا بادئ من 30/6/2013. فمستحاله ان انا اللي بادئ من الخمسينات وما عندوش اي تهديد، انا في خلال 10 سنين ابتدي ابصل لهذا المستوى. لكن النقطة المهمة إن أنا بادئ صح بإيدين مصرية في تطبيقات للحكومة وتطبيقات للتعليم. وفي معوقات من المجتمع على الموضوعين دول. طب خلينا نقول مع بعض. تابلت إيه وبتاع إيه؟ خدنا إيه؟ العيال ما بتعرفش تحل منه، حتى لو ليه أخطاء وفي مشاكل أنا أتحمل الأخطاء وحلها وأكمل بالتابلت. ملهاش تاني. العاصمه الاداريه والمعوقات من المعوقات دي هي العالمين شكلها شكلها ايه؟ حاجه ابتدائي. فالمفروض ان احنا كمجتمع نوعي واحد، يعني لو سالت الحكومه مش بتقدر تعمل كل حاجه. فدي نقطه مهمه، احنا في الكبير واحده احنا في البدايه الصح والطريق الصح، بس عايزين نيجي اللي جابينا المجتمع يبقى داعم ليه. فهم برضه ما اقدرش اقول ان احنا دوله ناجحه، احنا دوله ناميه وخدنا خبطتين مع العالم كله، كورونا والحرب المصريه الاوكرانيه. فدي فلوس. فانا على الطريق الصح، بس عايز اجري والمجتمع لازم يبقى داعم. واللي يخلي المجتمع ده الاعلام والندوات اللي زي كده، لازم ان انا اصنع الطريق الصح. الامن في السؤال بتاع الحرب الاوكرانيه هجاوب عليه اخر سؤال عشان خلصنا الذكاء الاصطناعي. طبعا الامن الذكاء الاصطناعي يستخدم في تحليل المجتمعات. انا قلت الكلام ده. يعني عايز احلل الشعب المصري بحلول تطبيقات الذكاء الصناعي. تمام؟ وبعدين بعد كده اعمل شائعات. والشائعات بتتعمل بتوصل تطبيقات الذكاء الصناعي. لما تبص تلاقي 21,000 شائعه في 3 اشهر. استحاله الناس المخابرات يطلعوا 21,000 شائعه في 3 اشهر. لان بره بره كانت البشر. ده الذكاء الصناعي. فهو داخلين علينا لان تحليلنا صعب. وبالتالي انا اواجهه ازاي؟ انا اواجهه ان انا ما اكونش جزء من منظومه التحليل، يعني ما اخش الصوره لك يعني ايه يعني اي استطاعه راي حاجه زي كده خليني احسن. يعني الحظر على النت فيه استطاعات الراي والتحليلات انا لازم اعمل فاهمه وادخل على بشر على طول. يا اما انك حكومه حافل النت وده وضع غلط. فبرضه النقطه دي لازم الوعي المجتمع له دور، يعني ما يعني مش لازم نرمي الكوره في ملعب الحكومه، المجتمع له دور في ان انا اقبل ان في عاصمه اداريه جديده، اقبل ان انا مدن الجيل الرابع، انا بخش ضمن منظومه التحليل. وبساطة حتى اللي يقول لك بيخش يشوف يدور على ساعه او كوتشي يبص كل الموقع اللي بيخش عليه بعد كده ساعات بتخش فده بجد الذكاء الاصطناعي. تمام؟ بالنسبه لي ازاي الذكاء الاصطناعي هيعوض صفات التسمع؟ هدي مثال، انا ممكن اصنع روبوتات صغيره سعرها اقل تكلفه لكنها كثيره، فبالنسبه لي كدوله منظومات تسليح اقل تكلفه واكثر تاثيرا. فده يعوض في ان في الطائرات مثلا ان الطائره فيها تطبيقات ذكاء اصطناعي، الرادار بيحلل 400 هدف، ده استحاله بره الامكانيات البشريه. وبالتالي الذكاء الاصطناعي هيخلي السلع الواحد يبقى قيمته التدميريه وتحليل البيانات اعلى من سيرفر مثلا او 5 6 7 شفناه في الدروس. ودي
ايه ودي مهمه جدا ان انا انهم يعملوه. طيب السؤال اللي هو هل هيبتدي؟ قلت انا بس في فجوه ما بين الامريكان، في فجوه والتانيين مكملين. ودايما اقول النموذج الامريكي هم مش نموذج يعني ان هم سوبر، لا هم القوات المسلحه مع القطاع المدني والحكومه داخل مع بعض. خلينا نقرا مع بعض، القوات المسلحه والحكومه داخل مع بعض، هل القطاع المدني سالم ولا عملوا ايه العاصمه الاداريه دي ودي؟ خلينا هم ده كده، ودي نقطه نقطه لازم احنا نوعي ان شاء الله مع صفحتنا على الفيسبوك، ان شاء الله نعمل ادوات المنظر ده ونمشي قوي فيها وهكذا. تمام؟ الذكاء الصناعي بيساعد على قرار الحرب والقرار السياسي. لما تشوف القرارات اللي بتتاخد في الدول وامريكا وبتاع، العقليه دي ما تطلعش افراد. العقليه اسمها مع كل الاحترام للرؤساء والحكومه العقل اللي بيسنه 80 و85 سنه او 80 وبتاع، قدرته على اتخاذ القرار في السرعه دي وفي الاتجاه دي بالشكل ده، لا دي بعد كانت مصر. فده في معهد الذكاء الاصطناعي. فالتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخله في القرارات السياسيه والعسكريه الاثنين واخدين بعض. فهل الكلام ده هيحصل في مصر؟ بالعاصمه الاداريه اللي هي والتطبيقات دي موجوده. تدفع تدينا خارج 70% 80% ويتحسن، لكن انا عشان كده بقول لك والله 30/6 دي انقذت مصر. بس خلي بالك انقذت مصر حاجات كتير، منها ان يتخذ قرار زي العاصمه الاداريه الجديده اللي تاني يواجه صعوبات نفسيه كبيره داخل المجتمع. ومحدش بيفهم الناس يعني برضه النقط دي المجالس والحاجات دي احنا لازم، ما هو الحكومه يعني انا الوعي ليس مسؤول الوعي المسؤولين برضه كل ما هو موجود من مدارس ثقافيه من اعلام وهكذا يعني بالظبط. يعني انا مش لازم انا دايما احط الموضوع ليه؟ لان خلي بالك الحكومه كل شويه تلحق كورونا تلحق الحرب السنكرونيه تلحق يعني هو عنده اولويه وشغال مانيوال. يعني الحكومات الاخرى اللي هتفوت شايف القرارات دي دي شغاله وسط التطبيقات الاصطناعيه، لكن احنا ما زلنا شغالين لان احنا ما عندناش عصر. لما ننقل العاصمه هيتحسن اداء الحكومه تحسن رهيب ان شاء الله. تمام؟ الذكاء الاصطناعي شغل كل التطبيقات في طيب في شر استخدمته في تعتدي على الدوله ده في شر استخدمته في حاجات كويسه في الاثنين والعالم يعني في الاثنين. يعني هي الايه الكريمه ونفس وما سواها الهمها فجورها وتقواها، يعني ربنا ذكر الفجور في نفس الفجور. ربنا فاهم قد افلح من زكاه، فطبعا عبد الموضوع وصعب على حق الله اليوم الدين. ايه الفرق بين يعني هما ليه انتقلوا بسرعه؟ العقليه الامريكيه عقليه تقبل التغيير بسرعه. لما يحصل حاجه وهو متغير يستوعبوه بسرعه ويجوعوا. العقليات العربيه عقليات كويسه لكن مقاومه للتغيير. بيدرسوا بس في امريكا الحفاظ لا غير كده بيدرسوا، لكن هي الشخصيه تقبل ثقافتي. هل انا لما هل انا كام او كاب ازعل؟ يعني ارجو منا لو فضلنا نهتم بموضوع الحكومه والتعليم استحاله المدرس اللي قدامه 60 طالب هيعلمه ثقافه التغيير. يعني انا كام وكاب في الحته اقبل ثقافه التغيير اذا كان في كبار مش قابل التغيير وبينكروا بينكروا وجوده وبالتالي بيعمل مشكله. فدي مسؤوليه الاسر، يعني مسؤوليه داخل مسؤوليه مجتمعيه. وانا شايف مسؤوليه مجتمعيه بالاساس لان طبيعه المجتمع الامريكي انه يقبل التغيير المستمر ومفيش مشكله. ويقبل الاختلاف في الراي ومفيش مشكله. وما يتناقشوا مع بعض مفيش مشكله ابدا ان انا مختلفين في الراي ونمشي احنا اصحاب مختلفين. خلينا برضه هو انا دي ثقافه مجتمع يجب ان يتم تغييرها داخل برضه البيوت والحاجات دي. تمام؟ ممكن الذكاء الاصطناعي يعمل على كده؟ طبعا ممكن يعمل على كده. يعني انا هل المجتمع اخش على نقاط الضعف بتاعت المجتمع؟ لا يعني انا طبعا ممكن وزي ما بقول حاجه اي ناس مخرج بتاع 21000 شاعر 3 اشهر استحاله استحاله بره قدر المصري مدى تحديد الديوان ومطلع اختم بالحرب الروسيه الاوكرانيه. طبعا من غير المناسب ان احنا نفهم ان الحرب الروسيه الاوكرانيه هي حرب
بين روسيا واوكرانيا. في متغيرين مهمين حصلوا جدا في روسيا. روسيا بعد عام 1990 في اعوام بسيطه واضحه وسريعه ابتدت تنمو، ابتدى يحصل متغير. المتغير الاول خطوط انابيب غاز ما بين روسيا واوروبا، اربع خطوط. الخط الواحد بيتكلف 11 مليار يورو تقريبا، ودي بتمد اوروبا بالغاز. بتمدها قد ايه؟ يصل الى حوالي 75% من الغاز الاوروبي جاي من روسيا. دايما لما في تعاون اقتصادي في مجال الطاقه على خطوط انابيب، التكلفه دي بيمتد سنين طويله جدا، يعني مش عاوز خمس عشان يقعد، ده خمس سنين 10 سنين، ده بيقعد على الاقل 50 الى 100 سنه. هذا التعاون الاقتصادي في مجال الطاقه من خلال انابيب بيفرز تعاون اقتصادي اعلى ومستمر، وبيفرز بيئه امنيه متعاونه، ما لازم نتعاون عشان نحمي الخطوط دي. التعاون الاقتصادي المستمر بين روسيا واوروبا والبيئه الامنيه المتعاونه اللي هتحصل في خلال ال 25 سنه القادمه لازم مصلحه امريكا. ده مصيبه بالنسبه لامريكا. المتغير الثاني الشراكه الروسيه الصينيه. في شراكه متعدده المجالات من عسكري سياسي وعسكري واقتصادي. وهذه الشراكه بتزيد مع الوقت، وهذه الزياده لو في خلال ال 25 سنه القادمه هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لامريكا، لان هيبقى في جبهه روسيه صينيه متعدده المجالات ضد مصر امريكا. الناس دي بتفكر في 25 سنه قدام. اذا حل المشكله دي ايه؟ رقم واحد يتم جر روسيا لحرب على اوكرانيا بامكانيات اوروبيه، والحرب دي تضيق فيها العلاقه ما بين اوروبا وروسيا، وده الاصل. النقطه الثانيه بدل ما روسيا تاخد امكانياتها وتتجه ناحيه الشرق ناحيه الصين، يتم جذب امكانياتها بالكامل للغرب على الارض الاوكرانيه، وامكانياتها ايه؟ السلاح والذخيره دي الحرب فور مشترك تترمي فيه العملة الصعبة كل يوم، وبالتالي ده اللي حصل. هل تفهم روسيا هذا الكلام؟ لا لم تفهم روسيا. في تقديرات مهمه ونقطه، فده الشكل العام للحرب الروسيه الاوكرانيه، الحرب ما بين امريكا وروسيا بامكانيات اوروبيه على الارض الاوكرانيه. تركيبه معقده. هل اوروبا فاهمه؟ في دول فاهمه ومش قادره تدخل من تحت مظله التحالف. اوروبا من تحت مظله التحالف يعني احتواج التحالف. وبالتالي مش قادرين يدخلوا تحت من تحت مع انهم موضوعين ويدفعوا مبالغ جباره وبيتاخدوا الفلوس والسلاح والاسلحه. اذا هذه الحرب مستمره الا لم يتحقق استنزاف لروسيا على الارض الاوكرانيه. لما يتحقق الاستنزاف ودونها هيبقى الحرب هتقف. هل ممكن استخدام نووي؟ ممكن في حالتين، الحاله الاولى التهديد الواضح والقوي للداخل الروسي. المتغير الثاني اللي ممكن يحصل الهزيمه الواضحه لروسيا على الارض الاوكرانيه وانهيارها في اوكرانيا. وبالتالي الغرب حتى الان لم يخطو ان هو الهزيمه الروسيه الواضحه ليها في اوكرانيا ليس مصالح اوروبا. وامريكا بتدرك الحته دي، وفي بينهم ربع خطوط حمراء. وفي بينهم خطوط ساخنه، يعني لما الرئيس الامريكي بيزور اوكرانيا في خطوط وتليفونات ساخنه بيقول له الرئيس الامريكي ده. في بعض التسليح بيديهوله لاوكرانيا بس التسليح بمئات مش كبيره. فهم محترمين الخطوط الحمراء حتى الان. لمصلحتهم هم مش مصلحه حد. هل احترام الخطوط الحمراء ممكن يستمر في المستقبل؟ لما اتوقع انه يستمر لانه مش مصلحه حد. ان هم يحصل تطوير. تمام؟ اللي بيدفع الثمن طبعا اوكرانيا بالاساس اوروبا، واحنا بندفع جزء من الثمن. هل احنا انا شايف ان الحكومه المصريه بدون جمله هي امتصت جزء من التاثيرات السلبيه وجزء دخل على مصر. ده طبيعه الامور، ويعني يعني وهو جزء بسيط على فكره مقارنه بالامتصاص. هل في بعض الحاجات اللي تمت زي الصوامع والقمح وزراعه الاقتصاد بيحسن الحقيقه بنسبه معقوله من الموضوع، لكن لازم يبقى في جزء سلبي، والمطر ده معاه في الكلام ده. الجزء السلبي وده المجتمع لازم يشيل. المجتمع مع بعض. الجمعيات الاهليه وهكذا. انا بشكر حضرتك وبقول لكم اكدوا على بعض. شكرا جزيلا. طبعا حضرتك بتتكلم عن يعني شكل من اشكال الثقافه العاليه جدا. ننتقل الى الثقافه المدنيه ايضا، وانا اعرف ان شكرا جزيلا دكتور عزيز، شكرا للاساتذه اللي هتتكلم فيه.
وهي اسئله برضه هي اسئله جيده جدا هي بس تعالى نتكلم عن الحاجه ده يعني فعلا ازاي نخليها كلمه من الارقام المحترمه. الموقف وصل من 12 معلومات على قطاع التكنولوجيا المصري جانب 17% في السنه ده 5 اضعاف اي قطاع اقتصادي تاني. واحنا بنتكلم على الامل بقى الجديد والمستقبل في الشركات الناشئه. شركات الناشئه احنا كان عندنا 40 شركه جابوا استثمارات حوالي 450 مليون دولار لو 80 شركه السنه دي جابوا استثمارات مليار دولار. فدوت ردا على موقفنا في هذا القطاع بينمو بسرعه جدا بقيه الشركات. ده يؤدي للسؤال اللي هو التعليم ايه؟ لا ما فيش منظومه تعليميه حضرتك هتقدر تديني النوعيه دي من الخبرات خالص، ولا هنا ولا في مصر ولا في هارفرد ولا في ام اي تي ولا في برينستون ولا في اي حته في الدنيا. الناس اللي بتتعلم ازاي؟ النوعيه دي من الشباب بتتعلم ازاي؟ الشباب دي بتبقى عاوزه مهارات، المهارات دي متاحه عندهم بالمجان، موجوده بيعرفوا يجيبوها على كورسيرا والبلاي ستيم مواقع مختلفه تماما بيتعاملوا بطريقه مختلفه خالص عن ان هو يستنى 12 سنة علشان يخلص مرحلة التعليم الإعدادي والابتدائي والثانوي وبعد كده يخش الجامعة وبعدين يطلع على كل المسار ده بالنسبة له بيعمل سكيب واحنا بنشوف كيس حقيقية على الأرض لشباب بيشتغل 17 18 سنة دخلهم الشهري في حدود بيعملوا حوالي 150 ألف دولار في السنة 150 ألف دولار كان شاف كل اللي هو معاه عبارة عن لابتوب ومحترم سريع وانترنت سريع اي مهاره جديده تبع لغه جديده بيخش على يوديستي يخش على المواقع او المنصات الكبيره اللي هي متخصصه في الدين يخش يتعلم الكورس وقاعد في البيت محدش بيشوفه محدش بيعمل حاجه. فالتعليم التقليدي لا يؤدي الى شيء خلاص ان وده حتى تاريخيا حصل من ايام الثوره هو اللي حصل الثوره الصناعيه الاولى في اواخر القرن 18. ايه اللي حصل فيها؟ اللي حصل فيها ان منظومه التعليم خدت 100 سنه عشان تفهم متطلبات الثوره الصناعيه الاولى وتعمل نوع من انواع المناهج بتناسب هذه الموضوع ان في التحول من المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي خد 100 سنه في التعليم فما حدش خلاص اصبح الموضوع ده فكره تطوير التعليم قدام كل كلمه ان الجهل في عصر جوجل هو الاساس وليس العكس هو يعني بتراه شخصيا ان اكون جاهل واكون متعلم. فدوت الامتلاك التكنولوجيا من غير امتلاك التكنولوجيا لا يمكن ان انا احقق اي طفرات. ان ادي مثال شركه ابل بتبيع التليفون ده ب 1000 دولار. حقيقه الامر بتدفع للشركه الصين بتصنعه ب 150 دولار تنقص 350 دولار الاخرين 150 دولار هي نتيجه انها تمتلك التكنولوجيا بتاعت هذا الجهاز. فامتلاك التكنولوجيا هو العامل الرئيسي ان انا لو ما امتلكتش التكنولوجيا معناه انا هستهلك التكنولوجيا من احد الناس المتواجده التكنولوجي وبالتالي انا قيمتي المضافه وقيمتي وقدرتي على ان انا اكون ليا دور في التنافسيه بنسبه امتلاك التكنولوجيا. الاستثمار الموجود في التكنولوجيا المعايير الدوليه بتتكلم 3% من نادي المقاومه. احنا اظن الدستور المصري بيتكلم 4%. فانا حضرتك لو عاوز استثمر 4% من الناتج القومي هنتكلم 1.6 مليار دولار عشان مصر تجري في هذا المجال لازم اقول لا انا هستثمر ب 8% من الناتج القومي انا بتكلم في حدود ال 3 مليار دولار في السنه. مسؤوليه الحكومه فين من الكلام دوت؟ النسب العالميه الحكومه بتساهم 25% في القطاع الخاص لازم تساهم 75%. بوتوم لاين الحكومه ليست مسؤوليتها خالص لان الحكومه ممكن تخش في البحث العلمي النظري او البحث العلمي اللي هو ممكن يبقى تطبيقي انما ان انا اطلع حاجه تطلع لي اوبريتنج سيستم يبقى موجود على مليار تليفون دوت مسؤوليه القطاع الخاص وليس مسؤوليه الحكومه. الاستخدام الحسن للتكنولوجيا، التكنولوجيا دائما من اول العصر الحجري الاستخدام الحسن في اتجاه رفاهيه الانسان. احنا بنبص ليه دايما التكنولوجيا ان واحد عمال يسجل على الانترنت على الاكونت بتاعي، هي ده مش الاستخدام بتاع التكنولوجيا خالص، انما انا من خلال التكنولوجيا بقدر اعمل علاج للزهايمر او بعمل علاج للسرطان او بخش في ان انا اعمل علاج جيني اطلع بتاع دوت فاكسين للكوفيد في خلال 19 كان بياخد قبل كده حوالي 20-25 سنه او ان انا استخدم الكلام ده عشان اعالج الامراض الناتجه عن جين واحد والامراض المعتمده الجينات. فالاستخدام الاساسي هو الاستخدام الجاي ايه؟ احنا
دي دايما شايفين استخدام الواحد عمال يهاكن على الـ على التليفون ولا حد خد سرق مني الاكونت على الفيسبوك. اه ده بيحصل على فكره. الدول بتتعرض لمليارات الهجمات السيبرانيه سنويا، مليارات. والهجمات السيبرانيه بتكلف العالم حوالي 10.5 تريليون دولار من الناتج القومي، يعني تقريبا 10% من الناتج القومي. عشان كده بيصرفوا عليه في السنه 200 مليار دولار حجم استثمارات جديده في حمايه البيانات. احنا داخلين على فكره دي يمكن ما جاتش فرصه، وبرده ما هي معلقه بالذكاء الاصطناعي. الفكره اللي هي جايه ان احنا هيبقى في حاجه اسمها زيرو تراست اركتكتشر. بمعنى ايه؟ كل واحد داخل الشبكه انا شاكك فيه من الاول. احنا زمان او النهارده بنتكلم ايه؟ انا الشبكه دي هي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. انا لو دخلت من الباب ده بغض النظر انا داخل بطريقه قانونيه او طريقه غير قانونيه، ما دام دخلت في الاوضه دي هعرف اعمل فيها كل حاجه. النهارده احنا داخلين في الزيرو تراست اركتكتشر، ان ما فيش حد بره الاوضه دي حتى لو انا اعرفه، غير لما يتاكد لي ان هو كائن امن يخش الاوضه. ولما دخل الاوضه دي انا براقبه جوه الاوضه، فبشوف ان هو مسموح ان هو يخش على الجزء دوت من الاوضه. لو دخل في حته ثانيه بروح قافل عليه البيت. والداتا نفسها كانت الاول كل المعلومات موجوده في الاوضه دي في حته واحده، لا الداتا انا بفرقها في حتت كثيره قوي بحيث ان ما حدش، لو انت قدرت توصل للحته دي المعلومه عندك نص. الدول الشريره المتقدمه تكنولوجيا عجبتني هذا التعليق، بس هي اصبحت شريره ان انا اتبنت التكنولوجيا. التكنولوجيا بتدي تقدم للدوله. تقدم للدوله بتخليها دوله سوبيريور، وبالتالي بتبدا تمارس دورها كدوله عظمى. الدوله العظمى هي الشريره بالطبع مدار التاريخ. ما وبالتالي هي العمليه العكسيه، يعني تركت التكنولوجيا في انجلترا بقت شريره اكثر من اسبانيا. على فكره في القرن ال 18 اسبانيا كانت اغنى بكتير جدا من انجلترا. والبرتغال طبعا. هو مين اللي قدر يكمل؟ انجلترا هي اللي سادت العالم. والبرتغال واسبانيا بقت دول اخرج للدول النامية. النهارده لما انتقلت هذه التجربه في الثوره الصناعيه الثانيه والثالثه والرابعه الى الولايات المتحده، هي بقت متسيده العالم. والكلام ده بينعكس عليها انها بتنتج 24 تريليون دولار. الصين النهارده بدات تاخد هذا الدور، فهي العمليه العكس. الموضوع النمو الثقافي فيه علاقه ولا لا؟ انا دايما بحب ادي المثل بتاع ما هو الفرق بين كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه؟ ما الفرق بين المانيا الغربيه والمانيا الشرقيه لغايه سنه 90؟ هو ده. هل هما في عائق في هما الالمان والكوريين؟ وايه اللي خلى الدوله دي متقدمه جدا وخلى الدوله دي متراجعه جدا؟ المنظومه كلها على بعض، هل هي منظومه طارده او هي منظومه يعني استراكتف انستتيوشن او استراكتف انستتيوشن او انكلوسيف انستتيوشنز؟ انستتيوشنز اللي فيها شامله كل حاجه، فيها التعليم، فيها الحكومه وشكل الحكومه والتعليم ومناخ رياده الاعمال وتقبل التكنولوجيا واستخدامها وقبولها والحث عليها والانسنتفز او الحوافز الى المواطن والشركه والموظف، منظومه كامله هي. فمصير مصر من مساوئ التكنولوجيا، ما فيش اسمها مصير مصر من مساوئ التكنولوجيا خالص. احنا برضه بنتكلم ستاتستكس العالم كل نسب المشاكل الناتجه من الجانب الضيق جدا اللي احنا بس مركزين عليه طول النهار، وناسين ان التكنولوجيا دي خلت الناس في كورونا تعرف تشتغل من البيت، وخلت ان يطلع لنا لقاح للفيروس، وخلت يبقى عندنا علاجات قابله للامراض كنا لا نتخيل انها ممكن تتعالج، او ان احنا نتعرف على الامراض ونعالجها جينيا قبل ان هي تطلع عليها سيمبتومز، او يعني تبقى عليها نوع من انواع انها تظهر يعني. ده التكنولوجيا، ده التكنولوجيا، وده اللي احنا بنتكلم عليه، هو ده العالم كله بيجري عليه. والاستخدام العسكري هو طول عمرها برضه على فكره من العجل الحربيه كانت استخدام تكنولوجي اثناء المعركه وضد التقدم. فالصراع قائم موجود. على فكره لو بصينا حتى التاريخ التكنولوجي، التكنولوجيات لغايه وقت قريب جدا كانت بتنتج من المؤسسات العسكريه وتستخدم في المؤسسات المدنيه، منها برضه المثال البسيط هو الانترنت.
والنهارده بقت العمليه العكسيه، نتيجه الشباب بقى هو اللي بيعمل التكنولوجيا، الشركات الناشئه هي اللي بتطلع الذكاء الاصطناعي، هي اللي بتخش تعمل موديلات جديده من البيزنس، هي اللي ممكن تطور تكنولوجيا حيويه. فالعمليه بقت النهارده، بس عشان هذه المؤسسات وصلت لمرحله من الكفاءه، المؤسسات الدول اللي بتقدم من الكفاءه والقدره على استيعاب الموضوع ودمجوه في المنظومه، بدات بدل ما كانت بتاخد التكنولوجيا داخل معاملها، بدات تدخل تاخد التكنولوجيا اللي طالعه من معامل شركات صغيره تحطها مع معامل. فهي موضوع دايناميك جدا. وابسط مثال على الكواليتي بتاعت الستارت ابس بتاعتنا هي الارقام اللي احنا جبنا بيها استثمارات في خلال، ودي ارقام على فكره ممكن يبقى عشرات الاضعاف. احنا لسه قدامنا مشوار كبير جدا، ولو احنا كان في احنا زملاء كان بيتكلم على شارك تانك، انصح حضراتكم تتفرجوا على شارك تانك. ده برنامج امريكاني معمول منه فيرجن خاص، هي مجموعه مستثمرين بيمسكوا يقطعوا الشباب اللي طالعين بالافكار ويستثمر فيه او بيطرده هو خارج. فبيبقى حوالينا الحاجات دي احنا بنشوفها في مراكز الابداع، بنشوفها واحنا بنحكم الشركات الناشئه، وبنشوفها في الولاد اللي احنا بناخدهم معانا في ايدينا الى المؤتمرات الدوليه بيكسبوا 3800 شهر. انا معايا شركتين كسبوا المركز الاول مره فوق سنه مره في سياسه، شغالين في الارتفيشن الثاني، والناس الثانيه كانت شغاله في حاجه ليها علاقه بالواقع المضمن اللي هي الحاجات زي تخش في الميتا فيرس. دول كسبوا فوق 300 3800 شركه يا جماعه. هو الموضوع احنا ليه دايما حاسين ان احنا اقل من الاخرين؟ احنا عندنا هذه الصناعات هي صناعات قائمه على العقول وقائمه على زي ما حضراتكم التغير وقبول ثقافه الفشل. على فكره ان الناس دي ما بتنجحش مره واحده، ان الكلام دوت هو كل يوم عاوز مهاره جديده، وهم شاطرين قوي، ولا هو بيروح عاوز مدرس في الجامعه يشرح الكلام ده، ولا عاوز حد يديله كورس. هو يوم ما بيخش على الموضوع ده محتاج مهاره جديده بالموبايل، عنده الاكونت هيدفع له $20 على الكورس، يخلص كورسه ويخلصه ويعرفه، بكره طلعت مهاره جديده بيعرفها. فاحنا امام عالم متغير حقيقه، ان احنا نقيسه بادوات الماضي من المستحيل، وتصل الى مرحله ان احنا بنأذي نفسنا اذيه كبيره جدا. الامور كلها لازم تتحرك مع في نفس الاتجاه، ميزانيات بحث علمي، تعليم، صناعه، قطاع خاص جاد يشارك في البحث العلمي، مناخ افضل للاستثمار، مناخ افضل لرياده الاعمال، فكر رياده الاعمال داخل الجامعات، ان دايما الجامعات هي المفخ. هي ليه السيليكون فالي بقت السيليكون فالي اللي هي كان فيها فيها الريسكو، فيها اسمها ايه الثانيه؟ يعني الجامعات الام اي تي وهارفارد وبرينستون وييل والحاجات دي، احنا عاوزين في الجامعات زي دي. الجامعات دي ما بتحفظش الطلبه بتوعها مناهج، الجامعات دي بتخلي الطلبه ازاي يتعلموا، ازاي يفكروا، بيبقى عنده تفكير نقدي. طول هي منظومه كامله يا جماعه، هي مش منظومه وليست مسؤوليه اي واحد لوحده، هي مسؤوليه المنزل، هي مسؤوليه الاسره، هي مسؤوليه الجامع، هي مسؤوليه الكنيسه، هي مسؤوليه الدوله، هي مسؤوليه القطاع الخاص، مسؤوليه المجتمع المدني، فهي مسؤوليه تطورية مجتمعيه. مشينا فيها كلنا نجحنا كلنا، اي حد في النص وقع مننا اظن ان احنا هنتعصب ومش هنحقق ان هذه الصناعه قائمه على عقول واحنا عندنا عقول كويس. انا يعني اتجوزت عن شاكرين جدا لسعاده اللواء استاذ حلبي على عرض الحقيقه الجميل طبعا. شكرا على هذه الرؤيه الرقميه الجميلة. وانا عاوز اشكر اللجنه كمان عند حضراتكم، وبستمن حتى كمان يعني التعاون بين لجنه الثقافه الرقميه ولجنه حضراتكم. الحقيقه دي مش اول مره نشارك مع بعض، ويعني الحقيقه من الامثله لما الناس بتشتغل مع بعض الحقيقه بتطلع منتج. المشكله عندنا فكره ان احنا عندنا ناس عندهم خبرات كبيره جدا، لكن المشكله الاساسيه مش فريق عمل.